الأزمة تاريخية بين السبب والنتيجة، ماذا يسبق وماذا يلحق؟ في عالمنا العربي أزمات سياسية وفكرية عديدة. مشكلة في الوطن العربي هل هي مشكلة أزمة أفكار أو أزمة فساد إداري وسياسي؟ بينما يرى آخرون أنه مهما كانت محاولاتنا للإصلاح الفكري فإننا سنصطدم حتما بالفساد السياسي والإداري. قمع الحكومات الوطن العربي الفاسدة طبعا بتقمع الفكر ده، فالفكر ده ما بيظهرش. فإذا تعالج الأفكار الخاطئة رح تعالج تدريجيا النظام السياسي. يعني هو الفكر نفسه يقدر ان هو يغير اي حاجه، بس الفكر محتاج لقوه. الموضوع نفسه باي بلد كان، يعني ما بعتقد انه في اختلاف بين البلدان. من سوريا كمان، من سوريا طيب نعم، من السودان. يقول الاسلاميون الذين لا يمارسون السياسه يحكمهم سياسيون لا يعيرون انتباها للاسلاميين. ازمه نتج عنها جيل من الشباب يشعر بهزيمه نفسيه، ليفقد معها تركيزه وجزءا هاما من ذاكرته الثقافية وإدراكه لذاته ووجدانه. وهنا يبرز السؤال: أزمة أفكار أم أزمة فساد سياسي؟ هل الأفكار نغيرها ولا الفساد السياسي هو المشكلة؟ أتوقع أنها تبقى حلقة تقيلة لكن مفيدة. أهلا بكم. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كلام كبير. البيضة ولا الفرخة؟ قضية فلسفية بعمر الزمن، والحقيقة سؤال متكرر في مواضيع كتير، منها سؤال حلقتنا النهاردة. أزمة العالم العربي هي فساد أفكار وتصورات، وده السبب الرئيسي في تخلفنا وتأخرنا. عشان كده الخطوة الأولى لنهضتنا لازم تكون علاج الأفكار، سواء الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو حتى الاقتصادية، حتى نظرتنا للعالم. وعشان كده برضو احنا محتاجين مفكرين وفلاسفة أكبر بكتير من حاجتنا للسياسيين. ولو عايزين نكون أكتر صراحة، فاحنا محتاجين للتقدم العلمي والتوعية الفكرية والسياسية أكتر من حاجتنا للثورات وتغيير النظم. ده كلام نفاق للسلطة والنظم العربية، لأن أصل أزمات العالم العربي والإسلامي هو الفساد السياسي والاستبداد السياسي يعني. ومش ممكن أبدا تبقى فيه أفكار حرة أو وعي أو تقدم فكري أو علمي في ظل أنظمة فاسدة وديكتاتورية اللي هي سبب انهيارنا وتخلفنا. عشان كده الخطوة الأولى لازم تكون الثورة، أو على الأقل تغيير الأنظمة. لازم نفتح أبواب الحرية، لازم نرسخ للديمقراطية وتغيير النظم ونكرس الديمقراطية دي. يا ترى مين فيهم بقى اللي صح؟ يا ترى الفرخة ولا البيضة؟ البيضة ولا الفرخة؟ يا ترى أزمة فكر ولا أزمة فساد سياسي؟ نبدأ نغير في الأفكار ولا نبدأ نغير في الأنظمة؟ من الآخر احنا محتاجين إصلاح أولا، تغيير. والأهم، يا ترى الموجة الأولى من الثورات العربية هل هيبقى السؤال برضو عن الفرخة ولا البيضة؟ طب الشعوب اللي زي حالاتنا كده كلنا ونجحت في التقدم والنهضة عملت إيه؟ بدأت بإيه؟ بالبيضة ولا بدأت بالفرخة ولا بدأت بالفرخة؟ بدأت بالأفكار ولا بالإصلاح السياسي؟ اشتغلت في الإصلاح ولا اهتمت بالتغيير؟ كل ده وغيره هنحاول نعرفه النهاردة، وإحنا بنحاول نجاوب على السؤال الصعب. سؤال حلقتنا الليلة هو: هل الأزمة العربية أزمة أفكار أم أزمة فساد سياسي؟ دائما يأتي مشاكسات وتأتي نوع من التضارب عندما تسأل هذا السؤال بهذا الشكل يعني. لا، متفق مع صياغة السؤال الحقيقي، يعني صياغة ذكية. هذا السؤال صحيح، هو سؤال ذكي، وأن ما نعاني فعلا في العالم العربي في الأساس وعالم اضطراب عالم الأفكار وتشوهها. هذا السؤال يعني سؤال حقيقي، لأنه يعني داخل النخبة العربية في هذا الصراع. أزمة الوطن العربي هي أزمة نظام سياسي بحت، أزمة أفكار وأزمة فساد سياسي. طبعا إجباري، فساد سياسي واضح، وهو اللي خلى الحروب كلها تنشأ بالبلدان العربية. رقم واحد، أزمة الوطن العربي هي أزمة فساد سياسي. فساد سياسي.
هل الأزمة العربية أزمة أفكار أم أزمة فساد سياسي؟ السؤال ده هيجاوب عليه 4 من الضيوف هنا، لكن كمان هيبقى معانا فيه الضيف الخامس اللي هو حضراتكم، وما شاء الله عليكم كلكم شباب. خلونا الأول نبدأ بالناس اللي هنا، الطرف ده من المسرح. نبدأ بضيوفنا الدكتور منذر عليوة، سياسي وإعلامي مصري. أهلا دكتور منذر. أنا دكتور. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. شباب هنا، كله شباب. يعني تشرفت بحضراتكم جميعا، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لعرض وجهة نظري. الحقيقة أنا واخد وجهة نظر إن الفساد السياسي هو المشكلة. عندي أزمة كبيرة جدا في التغيير على كلمة كده بنقولها من أول الثورة، بيجيب تسلخات، لازم الأول النظافة. شكرا دكتور. الدكتور منذر من مصر، لكن نشوف حد عارف الثورات العربية بدأت فين؟ تونس. رحبوا معايا بالأستاذ الأمين بوعزيزي، الباحث والجامع التونسي. أستاذ أمين تفضل. وأنا لما شفت الأستاذ بوعزيزي دلوقتي لقيت قميص وبنطلون وحاجات وبتاع، فعرفت على طول الموقف اليساري الحاد جدا. الغرب عندما تطور والابداع والافكار الكبيره تمت داخل الثورات. ما هو رعبه من انه يلبس بدله وجرافات، يعني هي فكره برضو. وايه هو المستند اللي على اساسه خد الموقف الثقافي الملابسي ده وما رضيش يلبس جنب؟ دي فكره، هل محتاجه تتغير؟ هل سببها النظام السياسي ولا سببها الأفكار نفسها، فكر حد ذاته؟ أستاذ أمين، أنا عندي سؤال قبل ما تبدأ بطرح فكرك. عدم لبسك للبدلة والجرافات هل هو موقف يعني من الأفكار؟ عصيان سيميائي. نعم فندم؟ عصيان سيميائي على اعتبار الانخراء اليوم الهيمنة. لا أنا ما فهمتش إيه عصيان سيميائي الأول. عصيان دلالي، يعني المقاومة مثل ما هي مقاومة يعني تحرير الأوطان، مثل ما هي مقاومة لاسترداد الإمكانيات الاقتصادية، هي أيضا مقاومة في وجهات نظر، حتى في السلوك اللباسي. أنك تشوف اليوم الهنود ما يلبسش كرافات، يعني ربطة عنق. أنت لابس قميص وبنطلون ده غربي. أي. لابد من الحفاظ على مينيموم، يعني حد أدنى من عدم الإذعان الكلي إلى الغرب. فثمة عصيان وثمة إذعان. كيف يعني كلمة عصيان سيمائي معناها؟ نعم. عصيان دلالي. دلالي. نعم. سيمائي يعني دلالي. وي. ووضح لنا الله يكرمك، لأن أنا طول الحلقة هبقى معك عندي إعاقة. فأنت لا ترتدي الجرافتة ولا البدلة. نعم. كنوع من العصيان السيمائي للحضارة الغربية. نعم، ترك مسافة من عدم الإذعان الكلي إلى الحضارة الغربية. بس عندك موبايل. نعم، ذاك يعني علم. وبتركب عربية. كل شيء. المسألة الثقافية تختلف عن المسألة المادية. تمام. المسألة الثقافية هي كيف ننظر إلى العالم، كيف نهندس العالم. العالم اليوم يهندس هندسة غربية، حتى لا أقول لك يعني حتى المسألة العلمانية هي مسألة تبشيرية، يهندس مسيحيين. ما ثماش علاش العالم اليوم يهو مسيحي ووجهات نظر أخرى يتم إسكاتها. تمام. في حلقتنا بقى النهاردة، ودي كانت بداية المقدمة العصيان السمائي، أزمة فكر ولا أزمة استبداد سياسي؟ سريعا عشان وهنسمع حلقة. نعم. رأيك لا أخفيكم، البلد عندما يتعرض إلى احتلال، المعركة الأولى هي استرداد الوجود، التحرر لنتقدم. الاستبداد هو احتلال محلي. لنتطور يجب أن نزيح العقبة أولا، الاستبداد يجب الإطاحة به. أستاذ أمين، شاكر لحضرتك جدا، اتفضل. شكرا. معنا من مصر أيضا الأستاذ ياسر الغرباوي، مدير مركز التنوع للدراسات. أستاذ ياسر اتفضل. أهلا بيك. أستاذ ياسر، الحلقة صعبة وتقيلة النهاردة صح؟ بس أنت تحب الحاجات دي، أزمة فكر ولا أزمة استبداد سياسي؟ كويس العنوان، يعني أعتقد واعد وسؤال مهم، يعني عشان ما نعدش إنتاج العجلة مرة أخرى. يعني انت الى اي رايين تميل سريعا كده؟ انا اميل للي انا شفته بعينيا، ان ثورات الربيع العربي كانت فرصه عظيمه جدا نتيجه فقدان الجاهزيه الفكريه والاداتيه والاستراتيجيه
تم إجهاضها بدرجة كبيرة جدا. فللأسف الحالة العربية دائما الفرصة تسبق الجاهزية. فرصة جت وهتيجي فرص أخرى، متأكد من كده، لكن ما لم نقوم بالعمل الحقيقي العميق بنية الأفكار سننتج نفس الوقائع بشكل آخر. بشكرك جدا أستاذ. وأخيرا وليس آخرا، الاسم نفسه هتلاقوه متركب عربي على هندي، هي مش فزورة. الأستاذ، رحب معايا بالأستاذ غندي عنتر، باحث سياسي من مصر. أنا أستاذ غندي، زي حبيتك الله يخليك. معلش، بعض الناس حتى هنا وفي البيوت هيقول غندي وعنتر، إيه اللي جمع الجزيرة العربية على وعلى مصر؟ هو الجمع بقى ما بين القوتين، القوى العربية والأفكار العربية الشهامة وإلى آخره، وبين التنوع والعمل السياسي بغندي. رد هايل. وأي مع الرأيين تميل؟ لا، أنا أميل دايما، يعني أنا أرى المشكلة أزمة أفكار وأزمة فساد سياسي هي مشكلة، ولكن السؤال الأهم من أين نبدأ؟ في نظري نبدأ من الأفكار. حل وضع إطار فكري وحل سياسي أولى بكثير من التغيير الذي سوف يأتي بعد الأفكار. لكن إذا كانت الأفكار مضللة وغير واضحة سيكون النتيجة سلبية، وكما ذكر أستاذ ياسر الربيع العربي كشف هذه الأزمة. نحن في مصر عشنا فترة حرية سياسية عام أو عام ونصف، ما كناش جاهزين ليها، وما كانت النتيجة ما وصلنا. هنسمع رأي حضرتك، اتفضل يا فندم. شكرا جدا. خلونا نرحب بالضيف رقم 5 وهو الجمهور. الحقيقة أهلا بحضراتكم كلكم، شباب ورائعين، وإن شاء الله الحلقة يعني تبقى غنية بفضل مجهودكم. برحب بحضراتكم. خلوني أفكركم الأول بسؤال حلقة اللادي. السؤال هو: هل الأزمة العربية أزمة أفكار أم أزمة فساد سياسي؟ ده سؤال حلقة اللادي. خلونا الأول نبدأ ناخد استطلاع رأي، يعني رأيكم بالرفع الإيدين ده إذا تكرمتم. هل الأزمة العربية أزمة أفكار أم أزمة استبداد سياسي؟ اللي مع أن الأزمة العربية أزمة أفكار يتفضل برفع إيده بقى. الأزمة العربية هي أزمة أفكار. طيب، بشكركم جدا. الأزمة العربية هي أزمة استبداد سياسي. بما أن الفساد نتيجة طبيعية للاستبداد السياسي، بماذا علق جمهورنا على مسألة غاية في الأهمية وهي تأثير الفساد السياسي على حياتهم الشخصية وعلى قراراتهم؟ في كل دوائر الدولة يدخل، يبتدئ من رأس الحكم انتهاء لأصغر موظف في الحكم، وهذا كله بينطبق أو بينعكس على الشعب. أنا معاملتي ما حتمشي إلا ألف على شوي، لا أنا بهالشكل ما ممكن أعيش بهيك بلد. يعني أي تعامل عم يحتك مع الدولة أو شيء عم بيسبب لي مشاكل إليه وإجباري لكل اللي خاضع تحت حكم الدولة، مش هيك نحطرنا مثلا كتير منا يغادر البلد غصب عنه نتيجة الفساد السياسي الموجود. الفساد ده بيأثر عليا ان انا مش هيخلي عندي فكر ان انا ابدا اتقدم او اطور من نفسي. تقدر تعمل حزب في بلدك؟ ما تقدرش تنزل تعمل جمعيات اهليه وتوزع ورق وتقول يا جماعه احنا بندعم الفقراء مثلا، وتخش جوه المجتمع تقول تغير فكره مثلا تخليه متحضر شويه؟ ما تقدرش تعمل كده. الحته اللي انت موجود فيها بتأثر عليك وانت بتأثر عليه. الركيزة الأساسية في المجتمعات العربية أو الأنظمة العربية هو الفساد. هالركيزة إذا ما كنت فاسد لن تكون جزء من الحكم. طيب، على كل حال جاهزين تسمعوا معانا بقى آراء الأساتذة. خلونا نسمع أول رأي في حلقة الليلادي وهو المعسكر ده. هنسمع دلوقتي بعد إذنكم رأي الأستاذ ياسر الغرباوي اللي معاه 5 دقايق. بعد إذنكم ننتبه جدا للرأي، ثم هنسمع بعد رأي الأستاذ غاندي عنتر، ثم ناخد أسئلة حضراتكم اليوم. أستاذ ياسر، جاهز حضرتك؟ تمام. 5 دقايق بالضبط، تكفي 5 دقايق؟ هنشوف. ولا أقل من 5 دقايق؟ 5 دقايق كويس. أو يبقى أقل كمان. جاهز؟ جاهز. أستاذ ياسر، المسرح كله معاك والناس في البيوت معاك ومعاك 5 دقايق كاملة، اتفضل. تمام. اليوم أنا أتحدث في 4 محاور أساسية. أتكلم عن القواعد الكلية، وأتكلم عن النموذج الثماني، وأتكلم عن الاستراتيجيات، وأتكلم عن تجارب الدول في الإصلاح الفكري. ببدأ الآن ب10 قواعد أساسية أنا أحكم بها نفسي، مفترض تساعدوني ونساعد بعض من خلالها. أولاً، أول قاعدة، الواقع اللي احنا فيه الآن هو نتاج أفكارنا ونحن مسؤولين عنه. الأمر الثاني،
كل الإصلاحات الكبيرة في الدول لم تنتج استقرار ونضج حقيقية إلا عبر إصلاح وضبط عالم الأفكار وإجراء جراحات عميقة في البنية الفكرية لهذه الحضارة، نموذج الغربي، نموذج الهندي، نموذج الماليزي. النقطة الثالثة، بناء مستقبل جيد يحتاج إلى بناء ماضي جيد. السؤال التالي، هل الماضي جيد يبنى؟ نعم، لابد أن ننقي ماضينا من الأفكار المعيقة في اتجاه التقدم. حتى في النص الإسلامي، الإمام البخاري هو إمام كبير، قدم بابه في البخاري باب فضل العلم على القول والعمل، يعني العلم مقدم على القول وعلى العمل. الأمر الثاني، أن الأوهام في العقل أشد على الإنسان ضررا من الأغلال في اليد. تعرفون المثل، الإنسان ربى فيل صغير ربطه برباط بحبل صغير، هذا الفيل ظل طول عمره لا يغادر مكانه، متخيل أن هذا الحبل سلسلة ضخمة جدا، لأنه كان صغير كان لا يقوى على أن ينزعها. هو عاش عالم أفكار أنه عاجز، لكن ولو حرك قدمه واستجاب لرغبته الحقيقية كان ممكن يتجاوز هذا الأمر. بناء نظام ديمقراطي بمجتمع يعيش في أفكار مميتة وميتة وقاتلة لن ينتج نهضة ولا حضارة ولا تقدم. الحاجة الأخيرة، ينبغي أن ننظر لإصلاح المجتمع ليس من ثقب السياسة ولكن من فضائه العام، الاجتماع والدين والإصلاح الديني والخطاب الأيديولوجي والخطاب الإعلامي والخطاب الديني، فلا ينبغي أن نحصر المجتمع في ثقب السياسة، بل السياسة جزء من هذا المجتمع. الأمر الأخطر، إذا كنت من أصحاب الرأي أن الاستبداد هو السبب، هذه المقولة تماما هي مقولة أصحاب الاتجاه العنيف والاتجاه الغير إصلاحي والاتجاه الذي ربما يقود هذه الدولة، لأنه يقول بالعربي الفصيح أن الحاكم هو السوبر باور، سيعطي القوة لهذا المجتمع، الحل أن نقطع هذه الرأس. أما إذا كنتم في صف ورأي أن مشكلتنا في مجتمعاتنا، في نخبنا، في مدارسنا، في إعلامنا، في المعارضة، في الخطاب الديني، في الشيخ، في الكنيسة، في الأسيس، في المعبد، كلنا مسؤولين عن هذا الأمر، هذه البنية الفكرية تجعلنا نتجه ونجعل الحاكم هو جزء من كل، وبالتالي هنجنح للإصلاح، هنجنح للتراكم وبناء المسارات، وليس إلى الحالة الثورية التي لا عقل لها. أختم أخيرا، هناك فرق بين الثورة والتغيير. الثورة نوع من الغضب، يقول دراز الثورة لا عقل لها، لكن التغيير يحتاج إلى عقل، والعقل معناه أن نضبط عالم الأفكار. أعتقد من خلال هذه العشر قواعد الأساسية يمكن أن نمسك بأول المسبحة، أن إصلاح عالم الأفكار هو المحطة الأولى في إنتاج مستقبل جيد، واقع جيد، سواء بالثورة أو الإصلاح أو الديمقراطية. فالأولا لابد أن ننزع من عقولنا الحشائش الضارة والأفكار القاتلة. أشكركم. شكرا أستاذ ياسر الغرباوي، بشكرك جدا. دكتور ياسر كان هو الأهدى، هذا شيء ظاهر يعني ما في داعي لمناقشته، فكان طرحه ورده على الأسئلة كان منظم وفيه دقة ما في إطناب. الصراحة الأستاذ ياسر كان كلامه جدا جميل، يعني هو على أنه أنا منحاز لطرفه، يعني حسيته منطقي عقلاني أكثر. بشكرك جدا. يعني الأفكار، إصلاح الأفكار مقدم في وجهة نظر حضرتك عن الإصلاح السياسي؟ تماما. جاهز للأسئلة يا فندم؟ نسمع. الأستاذ الأمين بوعزيزي عند حضرتك سؤال للأستاذ ياسر الغرباوي. نعم. الإصلاح السياسي يعني كفاح الديمقراطي، وإرجاء الإصلاح السياسي هو الذي أنتج الحركات العنفية سيدي. يعني تقريبا الأطروحة عكس ما كنتم يعني تقولون. معنى ده رأي حضرتك؟ أنا عايز سؤالي فندم، سؤال لكلامه. هو يعني خطابكم يروج إلى ميلاد الحركات العنفية ولا ينهيها، لأن الإرجاء، مسألة إرجاء التغيير. نحط على استفهام بقى، هل خطابكم يروج نعم للحركات العنفية ولكن وليس العكس؟ تفضل يا فندم. أجيب على السؤال. أحد آفات العقل العربي التي تحتاج إلى معالجة حقيقية، أننا نريد أن نكسب بلمس الأكتاف. التحول الديمقراطي لو خدنا نموذج الأوروبي، مر عبر عقود وقرون، عبر التراكم، عبر جهد فلسفي، عبر الإصلاح الديني، عبر تقوية سلطة الكنيسة، عبر مقاومة البرجوازية، عبر إنشاء اقتصاد حر، يعني تم عبر تراكم، حتى في النهاية يا رجل إلى الستينيات كان بعض الدول تحرم انتخاب النساء، أليس كذلك؟ إذن البناء العميق المستمر إلى الآن اللي بيجعل العرب يقطع البحر المتوسط
هجرة لهذه البقعة التي اعتبروها الفردوس تم بناها عبر مسار التراكم. وسبق هذا المسار إصلاح ديني عميق جدا وطويل، وحرب شرسة مع الخطاب الديني المهيمن، إصلاح ضخم جدا في تقوى السلطة الملكية. تمام. هذا التراكم أنتج المجتمع الحر والقوي. لكن ربما أنا الآن أدعي لو أتى الأنبياء جميعا أولي العزم من الرسل للحالة العربية سيحتاجوا إلى جهود جبارة ليقودونه. تمام. الآن المشاكل الكبرى الفكرية المعيقة ضخمة جدا. كيف تقنع إنسان يؤمن أن المواطن غير المسلم هو مواطن درجة تانية، وينبغي أن يحظى بحق المواطنة؟ بعد الثورة في مصر حصل هذا الخطاب. تمام. ماذا أفادت الثورة؟ بل فتحت أبواب الجحيم على المجتمع، لأن من قبل لم يتم عمل مسار التراكم. مسار التراكم أعتقد من خبرة المتواضعة هو الذي أثمر في كل التجارب عبر إصلاح فكري حقيقي وعميق أنتج هذا التحول. وصلت بدرجة ما. وصلت. أستاذ غندي، هو الأستاذ ياسر بيلعن الثورات العربية لأنها كانت بمثابة يعني مشكلة في المجتمعات العربية. عند حضرتك سؤال للأستاذ ياسر. هو سؤال للأستاذ ياسر، فعلا كانت الأفكار هي الرئيس وهي المحرك الأساسي لأي تصور فيما بعد، ولكن من سيستطيع أن ينتج هذه الأفكار؟ ستأتي المشكلة الأخرى، البيضة والفرخة كما ذكر الأستاذ ناصر. إذا كنت تتحدث عن الأفكار، من مؤهل ومن سيعطيك الشرعية أن تضع الأفكار؟ شكرا. وهذه أفكارك. شكرا. اتفضل يا فندم. من غير ما تلعن الثورات العربية بس يعني نعدي اللي عندنا. أولا أنا متحفظ على كلام حضرتك. أنا ما أنا خدت من كلامك يا فندم. أكون فهمت يعني. أنا خدت من كلامك. لا أنا ربما. أنا خدت من كلامك. حضرتك مالكش حق. أنا يعني ربما. هو أنا فهمت. لا معلش. ربما يكون يعني لم أكن من الوضوح بدرجة كبيرة. أنا أقول إن الثورات ما أو التغيير ما لم يسبقه عمق فكري حقيقي ستكون كارثة على المجتمع. تمام. إجابة سؤال غندي. إجابة الأستاذ غندي، طبعا أنا مبسوط باسمه أولا. وأنا يعني كمان. طبعا دي كلام يعني خلطة جميلة. نموذج للفكر اللي أنت عايزه. دي كلام جيد. أولا الأفكار لا يمكن أن الأفكار ليست نظام سياسي. الأفكار تأخذ شرعيتها من قدرتها على الإجابة الحقيقية. غاندي في سجنه رسم مستقبل جنوب أفريقيا. مانديلا في سجنه في الجزيرة المنفية كان يحلم بجنوب أفريقيا متسامحة ومتصالحة تبحث عن الحقيقة وتعيش في المستقبل. يعني حتى على الحالة الإسلامية سيد قطب كما تفضلت انتشرت أفكاره في داخل القطبان. الأفكار لا أسوار عليها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كصاحب الفكرة العظيمة والأولى في الحالة العربية الإسلامية حوصر وحورب. الأفكار لا يمكن أن تقتل. الأفكار لا تموت. الأفكار لا تنزف. الأفكار لها أجنحة. تمام. هذا حقيقة. أستاذ منذر، عند حضرتك سؤال للأستاذ ياسر. أتكلم دلوقتي. طبعا تفضل سؤال. أصل كل الكلام اللي هو قاله الحقيقة أنا شايف إن هو بيصب في العكس. يعني زي يعني الأستاذ الأمين. طبعا. السؤال اللي بيطرح نفسه بشكل واضح وصريح ومباشر، أنت شايف إن المجتمعات العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي نفس البيئة ونفس العقلية اللي حصلت يعني، أو نفس السيناريو اللي حصل في الحالة الأوروبية خلال العقود اللي فاتت؟ سؤال فضل. طبعا كل تجربة لابد أن تنحت أو أن تنحت تجربتها ومسارها الخاص. عندما أتكلم عن الحالة العربية أقصد هذه العبارة، ليس التقدم والنهضة اتباع وصفة ولكن فك شفرة. أنا عندما أقول أن الدرس الإنساني درس مهم جدا، بل حتى النص القرآني لو مؤسس الحالة العربية الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ أنفسهم. ما بأنفسهم. إحنا فقط خدنا بأنفسهم، يعني توب والبس الحجاب وصلي وأمورك سليمة. لا يا عمي، تصلي وتوب وعقلك مسكون إنك أعلى من جارك وإن الغير المسلم هو يعني ينبغي أن يمتهن، لن تفيدك العبادة. إصلاح عالم الأفكار، إصلاح عالم العلاقات، إصلاح عالم المشاعر. لا أدعو إلى اتباع النمط الغربي ولا الهندي، ولكن أقول أن اتباع أن فك شفرة التقدم لا اتباع وصفة. لا بقول لك تغرب ولا بقول لك اتعلم ولا بقول لك سيب الإسلام، لكن فك الشفرة واعرف السر. هناك أفكار قاتلة تسكن عقلي وعقلك، منعتني ومنعتك أن يكون مجتمعنا العربي الآن في درجة متساوية حتى مع أخواننا الهنود. شكراً. أو الباكستانيين. أستاذ الأمين بوزيزي، عند حضرتك سؤال تاني للأستاذ ياسر. نعم. تفضل. 14 قرن تقريبا اللي كان عندنا توثيق خطابات الأئمة، ما تكذبوش ما تسرقوش ما كذا، يعني تقريبا كل الوصايا بقت 14 قرن تتقال. تمنيت أنه إحدى وصايا الأئمة انتهت يعني في الأرض، ما زالت هي نفسها. يعني خطاب التربوي متاع أنك تغير أفكار الناس لا يمكن أن يجيب نتائج. الناس يتغيرون من خلال تغيير واقع. سؤالك يا أستاذ الأمين. نعم سيدي. أستاذ، في الغرب ثمة صدمة المسلمين، يقولون وجدنا الإسلام ولم نجد مسلمين. أجب الناس، هؤلاء لم يربوا أبنائهم على الإسلام وانتهوا إلى التربية الإسلامية،
وهنا عندك 14 قرن من التربية الإسلامية وتجد يعني عكسه. أجبنا أستاذي عن هذا أراه يطعن في مسألة أولوية التربوي تمام. الذي تطرحونه. تفضل يا فندم. أولا يعني أشكرك على المداخلة الجميلة، ولكن لابد أن تفرق بين أمرين. نعم. هناك فرق بين القيم والسلوك والأنظمة. ما الإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أطلق الإبداع الإنساني، أتى النبي بالقيم الكبرى ثم ترك المجتمع ليتنمو هذه القيم. لكن للأسف كما يقول الفيلسوف محمد إقبال، القيم الإسلامية العليا ولدت أجنة لكن لم تكتب لها الحياة. الشورى كانت سابقة في عهد النبي على فارس وعلى مصر الفرعونية وعلى الرومان، ولكن ماذا حصل للشورى؟ أغلق باب الشورى وأصبح الملك عضوضا. الإخاء، التراحم، المساواة أصبحت قيم في السماء معلقة. فشل المسلمون أن يحولونها إلى برنامج عملي، وأقصد برنامج عملي يعني نظام، يعني سيستم. العرب عندهم إشكالية، فكرة النظام عند العرب في العقل غريبة شوية. النظم عند العرب معناه المسبحة، وضع شيء إلى جوار شبيهه، يعني السبحة، حجر جنب حجر جنب حجر لا يربطهم إلا عقد. السيستم بالمصطلح الغربي مدخلات، نظام معالجة مخرجات. فشلنا إلى الآن أن نصنع نظاما متسقا مع قيمنا. تمام. عندنا قيم لكن ليس عندنا سلوك وليس عندنا نظام. وصلت. الأستاذ غندي عندك سؤال تاني للأستاذ ياسر. يعني حابب ان انا، هل مفهوم الافكار التي فعلا الاسلام به افكار ولكن لا نستطيع ان نطبقها الان بسبب الشوشره والبلبله، كيف نستطيع في ظل الازمه التي نعاني منها الان ان ننتج نموذجا يحتذى به وينتج لنا نظاما قد يكون لنا بر الامان في المستقبل؟ عشان تراجع منظومه الافكار عندنا النموذج الرباعي. اي حركه، اي حزب، اي جماعه، اي وطن اصيب بصدمه في نظم معالجة. عندما سبق الروس الأمريكان وأطلقوا قمر، أطلقوا الصاروخ إلى الفضاء ووصلوا قمر أول صاروخ إلى الفضاء أو الرائد للفضاء، حصل صدمة في الأمة الأمريكية. المعالجة ما كانتش سياسية، معالجة كانت تربوية. في خلل في النظام التربوي أعاق العقل الأمريكي أن يسبق العقل الروسي. أنا أقترح من هذا البرنامج هذه الرباعية. أولا لابد أن نعالج الميتا أيديولوجي، الأفكار العميقة، ثم الأيديولوجيا، ثم الاستراتيجية، ثم التكتيكات. نأخذ مثال مثلا الإخوان المسلمين، ماذا ينبغي أن يفعلوا الآن؟ حصل صدمة كبيرة في مصر، حركة كبيرة وعميقة خبطت في الحيط وحصل ضحايا كبيرة جدا. كيف يعالجون؟ قال لك والله احنا عايزين نعالج، بس ايه، نغير الاسم ونغير الشعار ونشيل المصحف. واحد قال لك لا، احنا محتاجين نفكر فكرة التنظيم، هل احنا محتاجين تنظيم ولا لا، ونفصل الدعوي عن السياسة، دي تكتيك. واحد قال لك لا، اصلا المجتمع المسلم مش محتاجين جماعة تدعو للإسلام في مجتمع مصري. في واحد قال لك لا، تعال بقى نشوف الجذر الأساسي للشهيد الله يرحمه حسن البنا، عندما تحرك 1928 كان يعتقد أن وجود نظام قوي وتنظيم عسكري يعني رديف له قادر أن يفتك السلطة ويصنع النهضة. هذه الفكرة العميقة المسكونة في داخل الإخوان المسلمين كانت تناسب مرحلة الحرب العالمية الأولى والثانية. هذه الفكرة ما لم تعالج سننتج نفس الأزمات، لو اختلف الشعار واختلف التنظيم، فصل الدعوة عن السياسة. عاوز تراجع، راجع الميتا أيديولوجي، راجع الاستراتيجي، راجع التكتيك، ثم راجع الوسائل. بهذه الطريقة يمكن أن نعبر. شكرا. يعني أزمة الإخوان الأخيرة، هناك اختلاف شديد ما بين العمل الإداري الواضح لديهم وما بين الأفكار، غير الاستعجال، إن هم استعجلوا على السلطة، وإن ما كانش فيه برضو مصدر الفكر اللي يقدر يغير منظومة الفساد. كان كل واحد شايف إن هو قائد المنظومة وإن المنظومة اللي حواليه كلها بتاعته. كان في غفلة سياسية غير طبيعية، حتى الناس اللي كان بتوعي الإخوان في وقت الحب ما كانش فيه أي أذان للاستماع يعني. وبرضو الناس اللي كانت بتوعي ما عندها الذكاء السياسي إن هي تتوارى جوه الأنظمة السياسية وتصدر فكرها اللي هي كانت بتوعي بيه. حرمان الإخوان المسلمين على مدار تقريبا لا أدري أقول قرن أو أقل أو 80 عام أو شيء من هذا القبيل، معناها من أنهم يختبروا أنفسهم في الساحة السياسية وتختبرهم الناس، كان العامل الحقيقي في ذلك يعني تلك الأزمة التي وصلوا إليه. الانقلاب كان موضوع شوية صعب على الإخوان المسلمين، إنهم كانوا شوية عندهم في ضعف، لحظة بتاع ضعف. كل أطياف ثورة الربيع العربي، مش الإخوان بس، الإخوان وصلوا للسلطة، ولكن هل كانت ليهم أو هل يعني كان عندهم الإمكانية لتطبيق أفكارهم؟ اللي أنا ما شفتهاش الحقيقة، أنا ما شفتش أفكار، ولكن هل أصلا لو كان في أفكار هل كان متاح إن هو يطبق؟ لا. طيب، على كل حال ده رأي الأستاذ ياسر الغرباوي. في نفس الجبهة أو في نفس المعسكر أو في نفس الرأي هنسمع دلوقتي رأي الأستاذ غندي عنتر. أستاذ غندي مع حضرتك 5 دقايق، اتفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما استعرضنا من في البداية أن الأفكار هي بالأساس من تؤسس وتنظر لما سوف يأتي بعد. يعني المفكرين الكبار مثل أفلاطون وأرسطو وغيرهم من المفكرين السياسيين الذين وضعوا ووصلت الحضارة الأوروبية إلى ما فيه الآن عبر أفكارهم. لولا أفكار أفلاطون وأرسطو عبر كيفية إنشاء الدولة وكيفية إنشاء النظام وكيفية ما كانت الحضارة الغربية وصلت إلى ما وصلت إليه. حتى النظام الإسلامي، الإسلام عندما جاء ونزل القرآن لم ينزل بتشريعات عمل في الأساس قبل أن يأتي بتشريعات تنظيم، جاء بالأساس يؤسس لبناء الفرد. جاء الإسلام حتى يؤسس القرآن، أمر لم يأمر بقتال ولا بجهاد ولا بصلاة قبل أن يؤسس الإيمان، الإيمان والدعوة وترسيخ الفرد المسلم اللي هو الذي قام بالأساس بناء على الأفكار. فالأفكار هي سابقة لكل شيء. لو تكرر أنك وضعت نظاما سياسيا بنفس الأفكار التي كانت قبل ذلك وأدت إلى فشل نفس هذا النظام، فأنت تكرر نفس هذه المشكلة، نفس هذه الأزمة، وسيفشل النظام أيضا. الربيع العربي كان كاشفا لما يعيشه العالم العربي. نحن في العرب منذ 200 سنة تقريبا وهناك حالة تجمد كبيرة في الأفكار، نعيش على إما أفكار قشور الأفكار أفكار أو أنك تستعيد الماضي بوقت الحاضر الذي لا يستطيع أن تطبقه الآن. الحاضر الآن مختلف تماما عن ما كان قبل 200 سنة، فلا بد أن يكون هناك جيل يستطيع أن يواكب ما بين العصر وما بين الأصول أو جذور العلم وجذور الأفكار. نحن الآن في الأمة العربية فعلا لا ينقصنا خبرات ولا ينقصنا كفاءات ولا ينقصنا حتى موارد مالية، ولكن ينقصنا أفكار. هذه الأفكار التي إذا وضعناها بشكل واضح وصريح سوف نأتي إلى نتائج قد تفوق الغرب. الغرب أفكاره التي وصل إليها الآن سواء كانت ليبرالية أو مفهوم الحرية أو رأس مالية إلى آخره، هي أفكار بشرية بالأساس. نحن لدينا أفكار بشرية وأيضا في تشريع إلهي. التشريع الإلهي جاء من الله عز وجل حتى ينظم حياة البشر، لكننا وقفنا تفكيرنا في هذا التشريع وتوقفنا عند العصور السابقة، والآن نستورد الأفكار الغربية اللي كانوا يطبقها لدينا في المجتمع الذي هي مختلفة عن قيمنا وأساسنا. لكن إذا قارنا مثلا على سبيل المثال قيمة الديمقراطية في الغرب، هناك في الإسلام قيمة الشورى واختيار الحاكم في الإسلام يعني أولى بكثير من اختيار الحاكم لدى الغرب، وهناك تشريعات وتنظيمات إسلامية وضعت هذا الأساس. لكن هل تستطيع أن تطبق هذه التشريعات التي قبل 1400 سنة الآن على نظامنا الحالي؟ لا تستطيع. فماذا تفعل؟ لابد أن تنقح هذه الأفكار القديمة وأن توصمها بما يحدث الآن وتطبقها في هذا المجتمع الذي سوف يكون هو النمط أو الحاكم له في المستقبل. نهاية الحوار، نهاية الكلام، أن الأمة الإسلامية الآن هي في مأزق حقيقي، تحتاج إلى مفكرين كي يضيئوا لها الطريق. لو لم يكن هناك مفكرون يستطيعوا لنا أن يرسموا لنا النظام الذي سنعيش فيه، هل مشكلتنا الآن في مثلا في العالم العربي هل النظام الرأسمالي أحسن أم النظام الماركسي أحسن أم النظام الإسلامي أحسن؟ نحن نستطيع أن نبني نظاما يتوافق مع قيمنا الإسلامية وفي نفس الوقت يراعي متطلبات العصر. هذه هي المعضلة والإشكالية الكبرى. لذلك هو الأولى والأساس الآن هو وجود الأفكار ونمط الأفكار لكي نصل إلى ما نربو إليه. وهذا لا يعني أنني أختلف مع أو أنني أرفض فكرة التغيير السياسي، ولكن أنا أقول من أين نبدأ. البداية في الأفكار وليست في الأنظمة. إذا كان النظام الموجود الآن قمنا بتغييره كما حدث في الربيع العربي، ولكن ما حصل أن عدنا كما كنا بسبب أن لا ليس لدينا رؤية واضحة لكي نصل إلى نظام حكم شامل، نظام حكم رشيد يستطيع أن يلبي طموحات الأفراد وفي نفس الوقت يستطيع أن يصل بدولنا إلى مصاف الدول القادمة الكبرى. شكرا. لسه باقي دقيقة وحاجات. خلاص كده حيوا معايا الأستاذ غندي عنتر. فريق مذاكر كويس. فريق مذاكر كويس ده يستعد اللي جاي بقى. فريق مذاكر. أستاذ منذر عندك حضرتك سؤال للأستاذ غني. الحقيقة أنا شايف إن كل اللي قاله ده المفروض إن إحنا اللي نقول. ما هو قال في الآخر قال لك أنا مع لا أنكر أنها الثورات مش عارف إيه. عندك حضرتك سؤال لي؟ لا. احنا نغزوهم يعني. صح نغزوهم. الافكار بتغزوهم. ما عندكش سؤال؟ ما عنديش سؤال ولا سؤال برضه. تاني تفكر فيه بعد شويه ممكن. ممكن ممكن ممكن. طيب استاذ دكتور استاذ ياسر عندك حضرتك سؤال للاستاذ غندي؟ طبعا. يعني هو ادعى الان ان الديمقراطيه موجوده وعندنا الشورى. هو الان الخطا بيقع في كثير من الاساتذه، يعني ربما اكون انا ايضا رايي خاطئ،
عندما نقارن الغرب في أمر مهم جدا، لا نقارن سلوك بقيمة. الغرب مادي ومص الدماء، والغرب رأس مالي، وتكون المقارنة وأن الإسلام حرم المال العام وحرمة المال. لا، قول للمسلمين بيعملوا إيه والغربيين بيعملوا إيه. فالآن أنت حضرتك قلت ديمقراطية نظام والشورى نظام. أنا في رأي الشورى المسلمون لم يجعلوها نظام. تمام. الشورى قيمة. هل متفق معنا احنا لا ينبغي ان نقارن الديمقراطية سيستم. نعم. يعني سيستم له مدخلات ومخرجات ونظام تحكم، وبيفرز الان بنشوف الصناديق الزجاجية. تمام. الشورى هي لسه لحد الان ما بين ما في القرآن، يعني لم نراها في حياة المسلمين بدرجة كنظام لتداول السلطة. اتفضل. هل تتفق معاه في الكلمة دي؟ اتفق معك في النصف الاول. النصف الاخر ان الشورى طبقت وكانت نموذج يحتذى به. يعني عمر رضي الله عنه عندما طعن في ايام الاخيرة وضع نظاما سياسيا واضحا كيف تختار الحاكم. اتى بستة اشخاص وقال اذا كان موجود فلان فهو اولى بالسلطة، واذا كان لم يكن موجود فاختاروا فلان وليس من بينهم عبد الله بن عمر. هو يضع نظام سياسي بالاساس. لو كان نظام لا مالكش حق التأخير. لسيدنا علي ما عملش فيه. ياسر مالكش حق التأخير. برضك عشان لا معلش مالكش حق التأخير. يعني حضرتك غلطت في الثورات العربية فمالكش حق التعقيب. فالنظام فالشورى هي ان كانت تتحدث عن قيمه، ولكن تستطيع من هذه القيمه ان تصنع نظام سياسي يتصل به الى ما تمام. الاستاذ الامين بعزيزي عندك حضرتك سؤال للاستاذ غاندي. يعني لما تشوف مشروع الجابري ومشروع محمد اركون ومشروع مهدي عامل ومشروع حسين مروه، يعني مشاريع بالاف الصفحات، تسال شبابنا المحترمين قد يقول لك ما نعرفهمش. المشكله فيهم ولا في المفكرين؟ المشكل في اطروحه اولويه الفكره لتغيير الواقع. أولوية الفكرة المشكل. نعم، أن الفكرة ليست في الواقع، ليست محسنة، ستظل غريبة. هل حضرتك وافق يا فندم؟ لا أختلف معه، لأن أنت الفكرة هي من هي التي أنتجت نظام فيما بعد. يعني المفكر الكبير خير الدين التونسي من المغرب العربي هو الذي وضع روحة كيفية التفكير، كيفية النهضة الإسلامية، وبعض أفكار خير الدين التونسي تطبق الآن. مالك بن نبي وضع بعض الأفكار التي تستطيع منها أن تصل إلى نظام سياسي يحترم. المغرب العربي الآن مختلف تماما عن المشرق العربي بسبب أفكار مفكرين هؤلاء مثل خير الدين التونسي ومثل كثير من المفكرين الإسلاميين. حركة النهضة التونسية في تونس على رأسها مفكرين سياسيين، قارنها وقارن جماعة الإخوان المسلمين، مع أنها النهضة خرجت من رحم الإخوان المسلمين، ولكن أين وأين؟ بسبب المفكرين وليست بسبب. وصلت. عندك سؤال يا دكتور منذر؟ طيب. أنت شايف أن احنا ناقصنا أفكار؟ أو شايف أن احنا ناقصنا منظرين؟ هل منطقتنا العربية بتاريخها والمنطقة الإسلامية والعربية والمنطقة الشرق الأوسطية كلها هل ناقصها أفكار منظرين؟ هذه الأفكار هي موجودة دكتور منذر، تحتاج إلى تنقيح ووضعها في نظام في وضع طبيعي. أي نعم، لا نستطيع، نحتاج إلى اجتهاد لهذه الأفكار. كل القيم التي يمارسها الآن العرب ولا حتى الغرب هي قيم موجودة بالأساس. يعني إحنا ناقصنا أفكار يا فندم؟ لا، الأفكار موجودة، نحتاج بس تنقيح هذه الأفكار واجتهاد. أنت ما طبق قبل 200 سنة لا تستطيع أن تطبيقه. لا، تكلموا المشاريع دي مش 200 سنة يا فندم الأساس. تمام. جاهزين حضراتكم بقى لأسئلتكم للفريق ده، للأستاذ ياسر غرباي والأستاذ غاندي عنتر. نبدأ سؤالين كده عشان ننقل للمعسكر الثاني. نبدأ، من لدي سؤال للأستاذ للأساتذة هنا اللي طرحوا فكرهم؟ حد عن فضل يا فندم. في الحقيقة يعني الأستاذ ياسر الغرباوي والأستاذ الثاني يعني أثاروا مواضيع أنا بصراحة دي إهانة أنا لا أقبلها شخصيا. إذا كان حد تاني يقبلها أنا لا أقبلها. كون إن يقول إن الثورات العربية سقطت أو فشلت علشان مش ما فيش تفكير أو ما فيش فكر، لا، الكلام ده لا يقبل. الثورات العربية فشلت لأنها في البداية عندها نجاحها في البداية أخذت الطريق الثوري، ثم بعد كده استقوا على القوى الأخرى بالميدان، واستقوا بالحشد واستقوا بالفكر، فجاء الانقلاب. فضل. محمود قطب من مصر. قلت إن أنا مستاء جدا من الطرح وعاوز أخذ حقي في الرد على الكلام اللي طرح. الأول الأستاذ ياسر الغرباوي بيقول إن اللي بيلجأوا إنه يقولوا الاستبداد هو المشكلة دول اللي بيتطرقوا إلى العنف أو بيلجأوا إلى العنف، الكلام ده يعني أوهام وأنا نفسي لا أقبله، يعني لأننا ضد العنف. أنا دلوقتي لو أنا أصبت بمرض في جسدي والطبيب قال لي لا لازم المنطقة دي تتقطع، هل قطعها يصبح عنف؟ دي أول حاجة. احنا عندنا مثلا التجربة الفرعونية، الفراعنة كانوا متقدمين جدا في بعض العلوم اللي حتى الآن غير مكتشفة، في عقول عندهم الفراعنة تمتلك عقول غير عادية حتى علمهم حتى الآن لم يكتشف، ولكن المنظومة السياسية القيادة السياسية
كانت مهمشة الأفراد وكانوا بيستعبدوا وبيبنوا الأهرامات مستعبدين، يستعبد الشعب علشان يبني أهرامات عشان يدفن فيه بعد كده. التجربة الصينية 1949 يعني الثورة الشيوعية حدث في تطور اقتصادي وبتاع، لكن المواطن الصيني ده انه مهمش، والمواطن الصيني يا اخترع وبدأ في صناعة وبدأ حتى الآن تجربة صينية، أي حاجة نقول صناعة صينية صنع في الصين، لكن المواطن الصيني بعد 49 حتى لما نزلوا الطلاب المظاهرات ضربوهم وعملوا فرضوا الأعراف في البلد. دي أول حاجة. تاني حاجة اتهام حضرتك للثورات العربية بتقول إن هي فشلت عشان ما فيش مفكرين، الكلام ده غير صحيح يقينا. مجرد ان الشعوب تطلع طب خلينا نرد يا محمود. لا بعد اذنك محمود. محمود بس بعد اذنك خلينا نرد على جزء الاول عشان ما انتوش، واوعدك هنفضل معاك لحد ما تخلص. طيب ماشي. عند حضرتك رد يا فندم. يعني سؤال الشعب ولا ماو ولا الصين؟ فالفراعنة ولا بكين؟ أنا بنفسي عقلي حتى اللي بستوعب يعني انتقال من أخناتون لموستونغ للصين لليابان، أنا بشر يعني ما لازم استحن أن يخرج من الإجابة دي. فلما محمود اتكلم اداني الكيدة الانطلاق، فأنا رح معلق على كلمة مستعدي علشان أغيز بيها الأستاذ ياسر وعشان ألعب بقى أغيز ده بدا أعمل أوقع ده بدا. لكن مش يعني هو محمود الحقيقة كان سكة رائعة للاستراتيجية بتاعتي والخطط. طبعا أنا شاكر مداخلته كشاب يحط بهذه المعلومات، ده شيء رائع وجميل أشكرك عليه يعني. وأيضا استياك أنا كشاب من حقك، ولم تكن عند هذه الحماسة ما خلاص يعني، لا مفترض أن يكون تستاء وتتمرد وكن صوتك أعلى من كده. أنا هذا كلام مقبول وجميل وأشجعك عليه، ولكن بس حط جنبه شوية مزيد يعني إيه بصيص من النور والأفكار. أول شيء أنا لما أقول إن حصر أسباب تخلف المنطقة العربية في الاستبداد فقط، هذا يعني يروج ويشجع ويدفع قابلية تبني العنف، لم أقل أنه يؤدي مباشرة. ليه؟ لأني بقولك صاحب مثلا اللي كان صاحب طيار راديكالي يقولك هؤلاء الناس كفرة، ولما نشيل سين من الناس التقدم هيحصل، بيصبح كل جهدك كشاب انت الان اما متلوف او حزام ناسف نخلص من القصه دي. ما هو رفض دفن. لا انا بقول بس الان الفكره العلاقه ما بين ان نجعل سبب تخلفنا الاستبداد فقط يعني السبب الوحيد والاساسي يعني الرئيس الاستبداد، هذا يجعل قابليه تحمل الافكار العنيفه قابليه عاليه جدا. لكن لو قلت للشاب ان والله تخلفنا عشان مجتمعنا فيه مساحات واحد واثنين وثلاثة واربعة، قد يستهويك انت الان ان تصنع نظام تعليمي يغير واقع طلابنا، مناهجنا مناهج سيئة تؤصل للاستبداد والعنف، تؤصل حتى للسيء. طب والامثلة اللي ضربها يا فندم، اما ما تفضلت به من امثلة النموذج الصيني والنموذج الفرعوني، اولا انا غير متفق معاك ان تصل من الحالة الفرعونية، هذه وجهة نظر اسرائيل، فكرة ان المصريين استعبدوا لبناء الاهرامات لم يكن هذا غير صحيح. لو درست الحضارة الفرعونية حضارة اصيلة، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم استعبدت الشعوب واستعبدت حتى بني اسرائيل استعبدتهم. واحمد مطر ليه قصيدة في الموضوع ده استعباد لا واحمد مطر ليه القرآن الكريم نفسه قال كده يعني. القرآن الكريم القرآن الكريم لما بغض النظر عن التفاصيل، القرآن الكريم ذكر يعني حاكم واحد من جملة حكام 7000 سنة حكام. ومن جاء بعد فرعون أيضا مش على طريق فرعون وجل الشهيد فرعون ومش عارف إيه، ومش على طريق فرعون، ومن قبل فرعون أيضا كان ظالم وكان يستعبد شعوب وخوف وخفرع ومنقورع، يعني استعبدوا الشعوب علشان يبنوا لهم أهرامات، على مش أهرامات، علشان يبنوا له مقبرة، يستعبد شعبه عشان يبنوا له مقبرة يندفن فيها. هل دي عقلية إنسان أصلا؟ أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة تانية، حكاية إن الثورات فشلت، الثورات العربية فشلت. أنت نقلت كده يا محمود خلاص كده. هي سمعت رد الأستاذ ياسر ما مردش. لا ما هو مردش معلش ما هو مردش نرد على النقطة دي. اتفضل يا أستاذ ياسر. عندما أقول أهمية الأفكار لا يعني بالفكرة أنها سلبة أو إيجابية، يعني الحالة الشيوعية استالين قمع الشعب، لكن قمعوا فكرة في أنظمة مستبدة تصنع لها ظهير فكري. فالأفكار سلاح ذو حدين، إما سلبا أو إيجابا. أنا لا أقول أن الفكرة دائما ستؤدي الفكرة إلى نجاح، يعني ماوستونغ قاد بفكرة الثورة الثقافية سحق كل الملكية الموجودة، كانت فكرة سيئة لكن حركته فكرة. أنا أقول الآن أن عالم الأفكار مسؤول إما عن الإيجابي وإما عن السلبي، لا يمكن أن يعمل الإنسان بلا أفكار. دوري ودورك أن نضع أفكار عاقلة منفتحة على المستقبل. فإذا ماوستونغ حركته فكرة،
ماركس حركته فكرة، كل غاند حركته فكرة، ايضا هتلر حركته فكره، الثورات العربيه حركته فكره. مين اللي قاوم الثورات يعمل يعمل مظاهرات ضد الاستبداد غير الفكر والوعي؟ قام قال الاستبداد، لا ده دليل على انه عنده فكر وعنده وعي. ندي محمود على اذنك، ندي المايك لحد تاني هنا تفضل ويعرف نفسه بعد اذنك، او في مايك تاني قدامك اهو. تفضل. تمام. هل من التاريخ الحديث الكوريتين ماذا قبل الانفصال وماذا بعد الانفصال؟ هل كانت القيادة السياسية في كوريا الجنوبية الان هل هي الصحيحة ام القيادة الشمالية التي استعبدت البشر حتى الان؟ يوجد في كوريا الشمالية ملايين المفكرين، والاستاذ غاندي قال نحن بحاجة إلى مفكرين. أين المفكرين الآن؟ في السجون. خالد صالح أبو إسماعيل في السجن. اليوم منذ أسبوع تخرج علينا القيادة السياسية في دمشق لتخرج إمعة هو حافظ بشار الأسد، حصل على درجة 528 من أصل 600، وفي نفس الوقت يقتل شاب معجزة في الخوارزميات تحت التعذيب. نعم. أي أفكار ستخرج ما دام الإمام في كل أسبوع؟ يا سلام على التسيفة الصبح بقى. في تسيفة هايلة بصراحة. صراحة لو ما عندكش رد ممكن تعتذر. أي أفكار ستنمو وستنضج؟ وأئمتنا في كل جمعة يخرج علينا ليقول أطع ولي أمرك ولو سلب مالك ولو اغتصب عرضك. أي أئمة هذو؟ شكرا يا صبحي، شكرا. الرد يا أستاذ غاندي تفضل. تمام. أنا فيما يخصني يا صبحي، أنت قلت مثلا الجملة الأخيرة في أئمة المساجد، لأن هؤلاء ليسوا مفكرين. لو كان هناك مفكرون فحقيقة كانوا أنهضوا الناس. هؤلاء المرتزقة الباب دي مش بالحافظ الأسد والشاب اللي اتمات بالتعذيب. انت يعني دائما فكره صناعه الافكار لا تاتي في يوم وليله، لا في يوم وليله ان يلا الفكره نعمل فكره وبالسلامه، لا الامور تحتاج الى يعني نقدم شهداء زي ما قال الاستاذ ياسر عبال ما الافكار تنضج. يعني اوروبا لم تصل الى ما وصلت اليه الان قبل ان تدفع 50 مليون قتيل في الحرب العالميه الاولى والثانيه. لابد ان تكون هناك دماء حتى تصل الى ما تصل اليه، ولكن الدماء يرافقها نضج فكري واعمال عقلي. لا الامور لا تحسن بهذا الشكل. والربيع العربي كل ما مر كلها ست سنوات الافكار الان تولد الان في الربيع العربي. الاستاذ غاندي يعني مضايقني معلش، وهاخده من الاستاذ الامين ابو عزيز. يعني ليه احنا دايما شايفين اوروبا هي موطن النور، رغم ان ممكن بعد شويه يطلع ده كله هراء فاضي وزي الديمقراطيه بتاعتهم وزي الحاجات دي؟ ليه دايما شايفين اوروبا؟ انا ده سؤال عندي ملوش علاقه بالحلقه. شكرا يا صبحي. تفصيل صغير تفضل. الدكتور حاكم المطيري في كتاب الحريه والطوفان يعارض آراءكم، فيقول اغتصاب السلطة منكر وجب إزالته تأسيا بحديث النبي من رأى منكم منكرا فليغير. وقد صح عن عمر بن الخطاب قوله في من اغتصب السلطة اقتلوه وليس غيروا أفكاره. ما لم نغير القادة السياسيون الطغاة الذين يقبعون على صدورنا لن تتغير أفكارنا. سيد ياسر هايل، شكرا صبحي. عندك رد لا. الامن عند المستبد ان هو ما حدش يطلع بافكار ابداعيه ممكن تهز اركان عرشه. اي فكر حتى شو كان توجهه بيضر بمصلحه المسؤولين في المناصب السياسيه، اي شيء بيضر بمصلحتهم فهن بيعادوا. ان النظام السياسي الفاسد يجعل الافكار ضمن اهواء ورغباته ولا يكبت، يعني لا يخلك لا تتحدث، لكن يجعلك تتحدث بما يريد. دور الحاكم، هو الحاكم ده هو الفساد السياسي اصلا. يعني الحاكم والسلطه عموما هم الراس في الموضوع اللي هو القمع السياسي او الفساد السياسي. مجرد ما الطفل يدخل المدرسه بيسمعوه اشياء تخليه يدعم هذا الحاكم. بالمجمل النظام مو مجبور يقدم فكرة يعني للعين. النظام بيحط الدستور، بيمشي مؤسسات الدولة، بيحمي الدولة، بيعمل شيء. بصفى الدور على المفكرين، هن اللي يقترحوا عن النظام الأفكار. لا بنكر منظومتنا استبدادية، أنا مع إنه النظام استبدادي، بس بده ينتبه المفكر بأنه لما يطرح فكرة تكون هاي الفكرة مناسبة للطرفين، لطرف الشعب ولطرف النظام. يعني ما تفضل به الزميل من سوريا، طبعا أنا أقدر مشاعره وكل الأمثال اللي ذكرها، ولكن في التاريخ في آفة خطيرة جدا اسمها آفة الانتقائية. لو كان هذا الحديث كما تفضلت اقتلوا الذي أخذ السلطة، سيدنا الحسن هو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ووافق على صلح سياسي مع معاوية، فلماذا لم يأخذ بالحديث؟ ماذا قصص حاكم المطيري على عيني ورأسي أقدره فقيه داعية، لكن أنا أتكلم عن أوزان أفكار من الوزن الثقيل. نحن تخلفنا عندما تأخرت الفلسفة وتقدم الفقيه. فقيه بلا فلسفة، أنت بتتكلم في إنسان في محكمة قانوني. الفقه ما هو إلا قاضي يجلس على المحكمة.
احكامه حتى قد تلزمه ولكن لا تلزمني. يعني انا الترابي يعني انا الترابي في السودان مش فقيه، مالك بن نبي مش فيلسوف وفقيه مثلا يعني؟ لا لا الترابي ما كانش فقيه وفيلسوف. لا لا انه فقيه، الترابي على مشارف الفلسفه وقدم نفسه على كمنظر سياسي سابق حتى الفكر الاسلامي بمراحل كبيره جدا، بل حتى تؤمن الاسلاميين انه يعني انه متفلسف وانه يشتغل بي بي طيب يعني عندنا اهو فيلسوف فقيه اهو زي ما انت طلبت. بس نشوف في الانفوجراف اللي جاي ده، نشوف الانفوجراف اللي جاي ونرجع نعلق عليه. مشاريع الاصلاح الديني والفكري، دراسه للدكتور عبد الرحمن السلمي. اولا مشاريع الاصلاح الديني، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتخذت من التوحيد والسنة منطلقاً وناقشت قضايا الشرك في العبادة وتصحيح العقائد من البدع، جعلت ذلك مدخلاً للإصلاح السياسي والحضاري العام. عابت دعوة عدم وجود الأسئلة الموضوعية لقضية الاستبداد واختيار الحاكم. المدرسة الإصلاحية للشيخ محمد عبده، الهدف الأساسي هو نهضة الأمة المنكسرة أمام تطور الغرب المادي. جعلت المدرسة الإصلاح الديني المدخل للإصلاح السياسي والمدني. اتخذت المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية. ثانياً، مشاريع الإصلاح الحضاري. رائد هذا المشروع مالك بن نبي. ينبثق مشروع الإصلاح الحضاري من تحديد أصل الأزمة في الأمة وهو التخلف. يحدد علاجها في النهضة، وتشكل المسألة الحضارية حجر الزاوية في مشروعه. ثالثاً، مشاريع الإصلاح الفكري. أبرز الأسئلة التي صاحبت المشروع محاولة الإجابة عن سؤال الهوية، العلاقة بين القديم والجديد أو التراث والحداثة، التعامل مع الثقافات الوافدة وقضايا التنمية والصراع الدولي. نماذج لمشاريع الإصلاح الفكرية، تجربة مشروع المعهد العالمي للفكر الإسلامي. اعتبر الإصلاح الفكري مقدماً على غيره من المجالات، وهو المنطلق المبدئي في علاج مشكلات الأمة ونهضتها. مشروع الإسلاميون التقدميون بتونس هو تجمع منشق عن حزب النهضة التونسي، سمى نفسه الإسلاميون التقدميون. رؤيتهم إعلاء شأن الديمقراطية ومفاهيمها السياسية وجعل التنوير الثقافي بوابة الإصلاح. مشروع مجموعة من المثقفين الإسلاميين بمصر تم تدشينه عام 1991 من خلال كتاب رؤية إسلامية معاصرة، تقديم الدكتور أحمد كمال أبو المجد. أهم ملامحه محاولة تجديد الخطاب الإصلاحي لمحمد عبده. جعل حزب الوسط الجديد من كتاباتهم مرجعاً للحزب. إنفوغراف سريعاً، مشاريع الإصلاح الفكري. خلينا ناخد رأي دلوقتي من الآراء اللي معارضة للاتجاه ده. الأستاذ الأمين بوعزيزي، حضرتك مبتسم، تعليق حضرتك على الإنفوغراف تفضل. تعليق على الإنفوغراف؟ ربما والله هو آخر يعني ملاحظة، هو أنه الأفكار أولويتها على التغيير. أي طرحوا أفكار كبيرة معناها، لكن الأفكار دائما عندما تنتج في المخابر بعيد عن مشكلات الناس. كان لاحظت حاجة معناها، الشباب عندهم سخرية من الحديث عن مشاريع الأفكار، زعم هما معادين إلى الأفكار يعني البشر. لا، الأفكار لا تحترم إلا إذا نتجت في رحم مشكلات الناس. تمام. أما أسبقية الأفكار يعني تعمل أفكار وتمشي تهبطها يعني، زي ما حصل كده من الإنفوغراف ده. نعم. معمر القدافي من فضلك حمه الله يعني قال في 88 الكتاب الأخضر ما يصلحش الليبيا، ما يصلح السويسرا. إذن أنت فاشل، الليبيا محتاجة إلى نظرية، إلى مشكلات الشعب الليبي، يعني أولوية الواقع. طيب أستاذ غندي، تعليق حضرتك على الإنفوغراف ده؟ ربما الإنفوغراف يعني بيعضد وجهة النظر. بيعضد إزاي يا فندم؟ بيعضد وجهة النظر. أنت قلت مفيش أفكار، ده الإنفوغراف قال لك آدي يا عم المشاريع كلها. لا لا، ما هي ما وصلت الربيع العربي وما حدث فيه ربما ناتج لهذا الافكار. ناتج لهذه الافكار. الافكار ده عايزين الربيع العربي ثوره اسلاميه، مش فكره ثوره اسلاميه، فكره نهضه الناس سواء مسلمين او غير اسلاميين. معرفه الحقوق والبحث عن الحريه هو اولى شيء.
الغاية الكبرى عند في الإسلام هي الحرية. يعني أنت أخذت الإنفوجراف ده في صالحك؟ أنا شايف أرى ذلك يعني. نسمع رأي الدكتور منذر. دكتور منذر طبعا الإنفوجراف في صالح يعني الفكرة المضادة ليكو أو اللي عكسكو الحقيقة. ليه؟ لأن يعني ببساطة شديدة بص الأنظمة الاستبدادية بتسمح بأفكار لما تكون بتخدم سلطتها الاستبدادية. أيوة صحيح. وبترسخ ليها. تمام. ولكن ما عدا هذا بيقتل. صحيح. أخيرا أستاذ ياسر رأي حضرتك في الإنفوجراف تعليقك. تعليقي بس أنا كل ما أجد فرصة بحاول أحط منهجيات. أما نقول عالم الأفكار لا يعني أن واحد يعمل كتاب في مختبر. الأفكار تتحرك في ثلاث مستويات، الفكرة الواعدة قد تكون في إطار فلسفي ثم يتلقفها مثقف زي حضرتك أو مذيع بيعيش معاها وبرامجه بتخدم الفكرة دي، بيقابلها موسيقي بيحولها لمعزوفة، بيقابلها خطيب بيحولها الخطبة، بيقابلها مدرس بيجعلها في منهج. فهي عندك تراتبية في الأفكار لها سلم، الأفكار الصلبة ثم الآراء المثقفين ثم الرأي العام الذي محتاج المثقفين. فإذا الفكرة وقفت عند مستوى محدد هي الآن فكرة جنينية، نحتاج أن نشارك جميعا أن ندعم الأفكار الواعدة والعالمة. محمد عبده قدم مدرسة كبيرة جدا، إيه اللي حصل؟ جاء الله يرحمه حسن البنا. حسن البنا رأى أن الحل في السلطة، لابد أن نفتك السلطة وأن تأتي سلطة عادلة تحدث النهضة. محمد عبده كان خدم المسار الإصلاحي وإلى الآن لا أمل إلا أن نكمل جهد محمد عبده في الإصلاح الديني. محمد عبده كان علامة فارقة في الأزهر. خلاص على كل حال تفضل. الأنظمة السياسية الآن في موقع الدفاع وليس في موقع الهجوم. الأفكار تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تقال في قنوات فضائية من خارج الأماكن التي والله أنا مش شامك يا أستاذ غندي أنت والأستاذ ياسر يعني تقولون لا لا خدت بالي وأنا كاتب لك الكلام ده هو تقول لي مثلا بلاش أقول لك الراجل اللي يقول روبنسون كروز ومش هتقول لي ده ينطبق عليه زمان لكن دلوقتي في السوشيال ميديا صعب، وبعدين لما تيجي تتكلموا ترجعوا للتاريخ وتضربوا مثلا بالتاريخ مش قادر أفهم، بتتحركوا للتاريخ والواقع براحتكم لكن لما نيجي نناقشكم تقول لا خلينا دلوقتي. نرجع دلوقتي للاستفتاء، أفكركم بسؤال الحلقة الأزمة، نسمع السؤال كده وناخد رأي حضراتكم فيه مرة تانية. نسمع سؤال حلقة النهاردة كده. هل الأزمة العربية أزمة أفكار أم أزمة فساد سياسي؟ اللي معه أن الأزمة العربية أزمة أفكار يتفضل يفيده هنا يعني أنتم مؤيدين، وهل ده زاد عددكم أزمة أفكار؟ تمام جدا. اللي معه أنها أزمة فساد سياسي يعني هنا يتفضل يرفع إيده. سمعنا الرأي ده الجزء الأول، خلينا نسمع الرأي الثاني اللي تقريبا بيتكلم على أن أزمة الوطن العربي أو الأزمة في العالم العربي هي أزمة فساد واستبداد سياسي. هنسمع ده ونبدأ بالدكتور منذر ولكن بعد الفاصل. في الجزء القادم من الحلقة. ما عندوش فكر، العسكر لا يفكر، العسكر جزمة ويضرب الناس معناه. هل الاستبداد السياسي منع وجود أو ميلاد مفكر؟ هذه ليست ثورات، هؤلاء أغبياء يخرجون من المساجد. اللي حصل ببساطة إن أنت شلت رأس النظام فكيته كده حطيته على جنب وجبت رأس تانية ركبتها. والدكتور مرسي لم يرفع سلاح على أحد. طلبت الثورة من حرية ومساواة إلى شيعة وسنة. الثورة السورية تغتال بالبرامج المتفجرة هناك وتغتال بالكلمات المتفجرة هناك. أنا تخيل يا أستاذ ياسر أنت مهزوم. أهلا بكم مرة تانية ونبدأ دلوقتي في الجزء الثاني من حلقة الليلادي. كنا سمعنا في الجزء الأول أن أزمة الوطن العربي هي أزمة أفكار، وده طرحه الأستاذ ياسر الغرباوي والأستاذ غندي عنتر. سمعنا كمان أو شفنا رأي الجمهور وطرحه، يبدو أن الكفة غالبة في الرأي اللي هنسمعه دلوقتي. الرأي الثاني بيقول أن الأزمة في الوطن العربي هي أزمة فساد واستبداد سياسي. هنسمع الرأي ده من خلال الأستاذ الأمين أبو عزيزي والأستاذ الدكتور منذر عليوة. نبدأ بالدكتور منذر. دكتور منذر قبل ما تتكلم بس أنا أنت عندك أفخخنا يعني الأستاذ ياسر هاجمني وهاجم الإعداد وهاجم الجمهور وهاجم المايك. خلاص الأستاذ غندي مستعد لك فأنت هتواجه هجوم شرس. الجمهور معانا إن شاء الله. طيب مع حضرتك خمس دقايق ينفع اقوم اقف اتكلم؟ مش عارف ايه بقى، مش في ايدي مش في سلطاتي. ممكن تقعد هناك معاهم ممكن زي ما انت عايز. طبعا يا ريت. ممكن يا سلام يشرف. ممكن معانا. اتفضل. طيب السلام عليكم الاول جميعا.
انا هتكلم يعني بالبلدي كده. عارفين زمان ساعة لما بدأنا ثورة يناير كانت مشكلتنا الأساسية ايه؟ فاكرين الدستور الأول ولا الرئيس؟ فاكرين الأزمة دي؟ كان الكلام اللي بيثار في هذا الوقت ان لو غيرنا لبيبي صغير لسه جاي جلبيته وهو عامل على نفسه، لو جبنا له جلبية قديمة هيجيله تسلخات، صح؟ لكن لازم ننظف هذا البيبي علشان لما نلبسه البامبرز الجديد ده او الجلبية الجديدة ما يبقاش عن ما يعني لا يتأثر. الطبيعي ان انت لازم تكنس الارض، الطبيعي ان انت لو هتستقبل ضيوف في البيت لازم تمهد لهم الدنيا زي ما بنقول كده، ايه، نفرش لكم الارض ورد ولا نرمكم الارض رمل. الحقيقه ان اي افكار، اي نوع من انواع الافكار لن يخدم سلطه استبداديه، السلطه الاستبداديه دي هتمحيه، هتقتل صاحبه وهتعذبه وتنكل بيه، علشان حتى لو حد غيره عنده أفكار أو يقدر يدعم هذه الأفكار يرتدع يرجع. الراجل اللي اتكلم على الفكرة في الأساس مات، اتقتل، اتبهدل. ليه أدعم فكرته؟ علشان إيه؟ هو بالمنطق وبالعقل كده، بالمنطق وبالعقل الأفكار عندنا كتير من أيام رسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا مثلا سمعت الإخوة في الجانب الآخر كانوا بيتكلموا على إن محمد عبده لابد إن إحنا دلوقتي نبتدي نستمر على نهجه. محمد عبده أفكاره بقالها 100 وكم سنة، بقالها قد إيه؟ بقالها كم سنة؟ صح؟ ما غيرتش حاجة ليه؟ ليه؟ علشان الأنظمة الاستبدادية اللي جت متوالية بعد محمد عبده كتمت على هذه الأفكار، مسحتها. لولا السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ما كانتش الافكار دي وصلت لحضراتكم ووصلت لنا. اظن يعني انا مش عايز اطول بس عشان ادي فرصه لو الناس عايزه تناقش. اشكركم شكر جزيل. شكرا. وانا لما قمت وقفت في وسط الشباب واتكلمت معاهم الكفه اتغيرت خالص، لان الناس بتحب اللي يتفاعل معاها، اللي قاعد وسطها، ما بتحبش اللي قاعد على كرسي ولا في تكييف على مكتب وقاعد ينظر. يا اخي اللي انت بتقوله ده، ما تنزل تقعد معانا في ال، اقعد شوف الشارع عامل ازاي. نحن انه اعطى مثال انه طفل صغير وبدك تبدل له وبتجرح كذا، فلذلك نحن لازم نقوم بعمليه التنظيف. مين بدك تنظف؟ من وين بدك تبلش تنظيف؟ ابدا مني انا. انا انسان ما بكذب، عندي اغلاط كثيره، عندي فساد انا كشخص كفرد، وانت الا عائلتي، انت الا مدرستي، انت الا مختار الحي تبعي. هيك بده يجينا للنظام، فالفساد مبلش مننا، النظام هو قطعة مننا بالأخير، نحن أفراد بهذا النظام، نحن من مؤسسات النظام، عم نعمل مع النظام، فلما نشوف سلطة النظام حاميتنا، نتابع بالفساد. أستاذ غني عندي عندك سؤال للدكتور. أنا بس عندي تعقيب، هو الدكتور منذر اتكلم. لا سؤالي فندم. بما فيه سؤال. ما فيش حق التعقيب. طبعا. سؤال مدبب على رأيي. سؤال مدبب، سؤال مدبب، يعني تعلم السؤال أهو. هل ما لماذا والحاجات دي؟ اتفضل. طيب سؤال، الآن نحن نعيش في عصر حالة استبداد سياسي، كيف ستحل أنت الاستبداد السياسي بأفكار؟ إن لم يكن لدي أفكار. هايل، ده سؤال هايل، سؤال هايل فعلاً. تفضل. طيب يعني رغم إن الحلقة مش عن هذا الموضوع، الحلقة هي مقارنة أو يعني استفتاء عن السبب في عدم تقدمنا، هل هو الاستبداد السياسي ولا البتاع الأفكار؟ ورغم أننا برضو من الناس اللي شايفة أن طبعاً الأفكار مهمة، ولكن كيفية نشر هذه الأفكار والتربة اللي تقدر تزرع فيها هذه الأفكار لابد أن تكون ممهدة يعني. بس هجاوب برضو على سؤالك ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، فرق ما بين الوعي والأفكار. الوعي في زماننا دلوقتي تقدر تلاقيه في نقاشات مجتمعية على السوشيال ميديا، على الفيسبوك أو على تويتر، نقل لوعي جماعي لتجارب.
مش مجرد فكرة نظرية بتاعت حد زي محمد عبده، الإمام محمد عبده أو غيره، لازم أتبناها وطورها زي ما كان بيقول الأستاذ ياسر علشان أشيل الاستبداد. لا، أنا ممكن أشيل الاستبداد بثورة تاني. الأستاذ الأمين بوعزيزي، عند حضرتك سؤال للأستاذ الدكتور منذر؟ لا، هو أولا لا أملك إلا أن أتعاطف مع الأطروحة، لأني أنا أيضا ممن يرون أن الأفكار الحقيقية التي نعم الأفكار الحقيقية التي يدافع عنها الناس هي الأفكار التي تولد في رحم المعركة وليست يعني في السؤال يا أستاذ بيمين. نعم، ما في السؤال. أشكرك جدا على فكرة. أنت متحمل عليه يا أستاذ. لا، أنا مستبد سياسيا. أنت مستبد إعلامي. الأستاذ ياسر، عندك سؤال للدكتور منذر؟ الدكتور منذر افترض الأول يعني تكون الإشارة خضراء والطريق مفتوح وفي الورود والأغاني الوطنية ونعبر عشان نحط الأفكار. انت ليه شرس النهارده؟ لا انت ليه شرس قوي؟ يعني عايز ليه شرس قوي النهارده كده؟ يعني شرس على الاعداد وعلى الجمهور، ده دمرت الجمهور يا راجل. لا، انا وشرس على الاستاذ واشاره مرور، ما قالش اشاره مرور. لا، هو بيفترض ان لازم ننظف ولازم يكون الدنيا عشان البيئه جيده كويس والجو جميل. انا سمعت كده في يوم مشمس. يعني لازم عشان الافكار تتحرك. تمام. السؤال الان، كيف انتصرت فكره النبي محمد ضد السلطه عليه الصلاه والسلام، وكيف انتصر مانديلا ضد القمع، وكيف انتصر غاندي ضد الاحتلال البريطاني ورغم القمع كان موجود؟ ازاي انتصر رغم ان السداد موجود؟ قدر يتحرك ازاي؟ انت بتفترض ان مش يمكن افكار الا لما تكون الدنيا هي الدوله كمان. اقيمت في الدوله في المدينه، الرسول عليه الصلاه والسلام اقامها امتى بعد ايه؟ لا، انا بتكلم عفوا، لحظه بس في مكة. لحظه بس فرق. هو حق رد فندم، هو حق رد فندم. لحظه بس، اقيمت بعد ايه؟ صح، بعد التمهيد، بعد التنظيف، لما اصبح في مكان مواتي يتقبل وجود هذه الافكار ويتبناها ويرعرعها ويكبرها. صح لما حصل تآخي ما بين المهاجرين والانصار. ماشي. لكن قدر يعمل ده في مكه رغم كل الافكار، وهي افكار كمان يعني لشخص لا ينطق عن الهوى. تمام. قدر ينفذها في مكه؟ لا، في وسط القمع والاستبداد بتاع قريش وسادة قريش. لا طبعا، لم يستطع. تمام، وصلت الإجابة. أستاذ غاندي، عندك حضرتك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني هو يعني العودة للإجابة على السؤال الأول. فضل. أنت تكلمت عن استبداد سياسي ودستور. نعم. الدستور أولا هي الأفكار أولا. أنت كنت تحدث عنها أن في الدستور قبل التسلخات. التنظيف الذي سألت عنه هو الأفكار. صحيح. هي الأفكار. يبقى إذن أنت معنا في المعسكر وليس في العسكر. لا 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 لا، يبقى حضرتك فهمت غلط. احنا المقارنه هنا، انا بتكلم على يعني انت حضرتك يمكن وصلت لك، انت وصل لكم نفس الكلام ده كده؟ صح، هو عنده حق. ما وصل لكوش؟ لا لا، الناس بتقول لا اهي، الجمهور بيقول لا. لا لا، ما هم دول لا عنده حق. ما دي بصراحه، ما هو الدستور فكره بس. الدستور اتفاق مش فكره. ايوه، اتفاق على فكره. لا مش طرح. لا اتفاق على فكره. لحظه طب خلاص مش هنعاقب. خلاص لا اوكي، لا بلاش الاسئله دي. معلش لا ازاي؟ هو محرج. ايه لا مش محرج والله، لا اجاوب عليه. لا انت اتفضل. وانا بقول لك ايه، اتفضل. بص يا استاذ محمد، بص يا استاذ غاندي، الطرح اللي انا طرحته هنا وانا واقف وسط الشباب، المقصود بيه ان الافكار مش هتقدر يبقى ليها مجال للتبني او حتى حد يسمعها الا زي ما الدنيا طول ما الدنيا اصلا مقفوله. هحطك جوه زنزانه واقعد قول افكار للصبح وبعدين. تمام، وصلت الفكره، وصلت الاجابه. استاذ ياسر، عندك سؤال تاني؟ بلاش خلاص، انا تمام. بلاش بيسال الاستاذ الامين العزيزي. عندك حضرتك سؤال تاني للاستاذ دكتور منذر؟ ما عندكش. طيب بعد اذنك، قبل ما نسمع راي الاستاذ الامين، عندي سؤال لحضرتك. طبعا يعني الاسئله المفخخه بتاعتك. لا ولا مفخخه ولا، بس انا عايز اسالك سؤال. يعني هل تنكر انه بعد دخول الانجليز مصر 1882 كان في حكم مستبد واللورد كرومر وغيرهم والانبي كده، وحتى في عصر اللي هم الجماعه تسمى بالضباط الاحرار كان في استبداد، لكن لم يمنع ده انه يبقى في مفكرين بقامه طه حسين والعقاد والمراغي ايام الانجليز يعني، وبعد كده حتى ايام الحكم العسكري. اللي هم مين ايام الحكم العسكري؟ زي مين؟ كتير جدا. لا لا لا، قول لي مفكر كده افكاره غيرت المجتمع وحسيته. لا لا، أنا على سؤال، الاستبداد هل منع وجود مفكرين في مصر وفي الجزائر وفي تونس؟ هل منع في الشام في سوريا؟ هل الاستبداد السياسي منع وجود او ميلاد مفكر؟
لا ممكن ما يمنعش ميلاده لكن يمنع نشر فكره. والفكر نشر الملك ابن نبي يا راجل، كل المفكرين العرب اللي ظهروا من 60 سنة نشروا فكرهم فين؟ في أي حتة في لا لا لا، كان بيخرج بره، بيروح باريس أو بيروح بيروت عشان يقدر ينشر أفكار، صح ولا غلط؟ كانت الكتب بتتهرب، بتخش في مصر تهريب. لكن انت رأيك انه الاستبدال السياسي بيمنع؟ بص انا على فكرة، انا طبعا مع فكرة ان لازم يكون في افكار. يعني تروح ناحية تانية خلاص؟ لا لا لا، ما انت والاستاذ غاندي قاعدين في حتتين. استاذ غاندي يقول لك لا انا لا امنع لا اصلاح ووجود بس ايه الاول السياسي. يعني طب ما ده اللي بيسأله من السؤال البيضة ايه الاول بقى؟ ايوه ايه ان انا امنع الاستبداد او اقضي على الاستبداد عشان لو عندي افكار اقدر انفذها. طيب خلونا، ده كان رأي الأستاذ الدكتور منذر. خلونا قبل ما نيجي لحضراتكم نسمع الرأي التاني، بس عندي طلب صغير، يا رب اللي أنا هطلب منه الطلب ده يوافق يا رب. نفسي أعرف الأستاذ الأمين أبو عزيز بيكتب إيه، لأنه كاتب بعد إذن حضرتك كاتب كمية ملاحظات طول الحلقة. أو ممكن أشوف الورقة بعد إذنك؟ تفضل. لا هو لا فيك، يعني تقريبا أسجل بعض الملاحظات التي تم، لأنه الكلام المكثف كلحظة الإشارة يعني تذهب إلى المنطقة اللاواعية لدى المستمع، وهم مدربون على هذا طالما هو يعني يشتغلون أن الفكر يجب أن يسبق الثورات وهذا كذا. كاتب كمية ملاحظات بس بالتونسي أشبه، لا أشبه بال اسمه إيه، بالروشيتة. عارف أنت روشيتة الدكاترة لما يكتبوا؟ فما شاء الله، واضح ان احنا قدام طرح هيبقى يعني ممكن يكون عامل حجاب للجمهور. لا لا، هو انا متاكد ان الجمهور، عشان كده كان راي الاستاذ الامين بوعزيزي الاخير في الطرح بتاع انه الاستبداد السياسي هو من يجب اصلاحه اولا. عندكم استعداد تسمعوا راي الاستاذ الامين بوعزيزي؟ وانا اراهن على هذا الراي انه هيبقى له تأثير جامد جدا. أستاذ أمين، عندك استعداد دلوقتي تطرح رأيك في خمس دقائق؟ بس أطلب منك رجاء أنه أتكلمك تحت، يبقى أفضل شوية عشان نعرف نوصل لفكرة حضرتك. حاضر وتحياتنا لحضرتك، خمس دقائق مع حضرتك، اتفضل أستاذ أمين. شكرا، السلام عليكم مرة أخرى. قد ما يعني جئت لأقوله أمام حضراتكم يتغير بفعل أو يعني سيتفاعل مع ما جرى. أن يبدأ الطعن في أسئلة الجمهور في زمن الثورات المحايثة لفلسفات تقول في هذه الأيام، كبار الفلاسفة يقولون بالتفكير الجماعي ويقولون بالتفكير معا ويقولون بالذكاء الجماعي ويقطعون مع المفكر النبي المرسل أمام تلاميذ أستاذ وأعرف أطرح ومتعرفش تطرح أسئلة معناها كذا كذا وأطرح أسئلة صحيحة ونجاوب عليها. هذا ما أسقطته الثورات. عندما جاءت الثورات قالت الشعب يريد إسقاط النظام. إسقاط النظام لا يعني إسقاط الحكام، لا يعني إسقاط المنظومة الاقتصادية والسياسية فقط، وإنما إسقاط أيضا نظام الأفكار غير القادر على فهم ما يريد الناس، على فهم ما يجري. جمهورنا الكريم، زمن الثورات زمن كنت تنتفضون، ومن فضلكم أسئلكم وعاونوني جاوبوني معنا. الأكثر خرسا في التفاعل مع ما جرى في شهر الملحمة في تونس أو في مصر هم حضرات المفكرين، وبعضهم انحاز إلى الحكام وقال ماذا يقول هؤلاء، عوض أن ينصتوا إلى الشعارات التي تم رفعها وتوثيقها في الجدران وهي تستحق أن تكون محط تدريس في الجامعة أرقى من التعويذات اللي كان الأستاذ قال عملهم يعني حجاب، لأن الأفكار التي تنتج خارج الصراع هي الحجاب بتاع الشعوذة، يعني الحجاب يعني التعويذ. الأفكار الكبيرة التي غيرت العالم هي الأفكار التي تم الإنصات فيها إلى هواجس وصراعات الناس وليس إلى ما أنتجها مفكرون ويحاول أن ينشرها في صفوف الناس. لا يحترمون هذا النوع من الأفكار، يحترمون الأفكار التي تترجم عن أشواقهم ويسمعونها ممن يجدونه في صفوفهم بلغة التراث يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، وليس المثقف الذي يتواطأ مع أنا مع ملحمة سوريا. لأنه عام 2012 جانا، وعندي شجاعة أخلاقية وسياسية باش أقولها أمامكم، جانا أدونيس
2012 ما زالت شبيبة سيدي بوزيد تحلم بتغيير العالم، مش تغيير سيدي بوزيد أو تغيير تونس. معناها استضافه الناس كأنهم مستقبلون نبي. سخر وقال ما هذا ومن؟ هذه ليست ثورات، هؤلاء أغبياء يخرجون من المساجد. هكذا كان أطروحة المفكر الذي يسبق عالم الأفكار ويوصلها إلى الناس ليهذب هؤلاء البرابرة لبربار المتوحشون، مش بعد ذلك تعطي الثورات. سادتي الثورات أخرجت أعظم ما في الناس. درسوا مصر عندما رأينا في ميدان التحرير المسلم يصلي والقبطي عامل كردون يحمي فيه، تلك هي الثورات. ما تم بناؤه من محافل تكاذب انتخابي لاحقا ينتمي إلى النظام الذي هتف الناس بإسقاطه وليس إلى الثورات وما أرادت الثورات بنائه. ما يطعن في شرف الثورات اليوم وحلت علينا الويلات، ما جاءت لنا داعش، هل داعش تنتمي إلى الثورات أم تنتمي إلى السيستم، إلى النظام الذي أراد الناس أن يعني أن يسقطوه؟ الثورات تخرج أعظم ما في الناس، والثورات المضادة وإن كان ما معهباش يعني الكلمة هذه، أقول القوى المضادة إلى الثورة هي التي تخرج يعني أفسأ وأسود يعني ما في الناس. يقولها الشيخ إمام العظيم: كل طيفة من التانية خايفة. هذا من مناخات الظلم ومناخات الاستبداد وليس من مناخات الثورات. في تونس إخوتي كلكم كلمة، يعني أيام 14 جانفي بالضبط في الفترة هذيك بالضبط، يعني حتى الأكشاك اللي تبيع دخان وتبيع كذا يعني تسكرت معناها وكذا، اللي نسموهم في مصر البلطجية، يعني الناس اللي بيخوفوا لما تجي تقول أخوي يعطيني سيجارة واحدة تفضل نركبوا في الباص هذوكم اللي يهز 8 تسموها الركوبة هذيك كذا، هي تهز 8 معناها يركبوا 16 فوق بعضهم معناها، وتحس الناس كأنهم أخوة كأنهم أقارب، واحد يجلس هنا واحد يجلس هنا وأنت ما تعرفهمش، لو في زمان عادي آخر لو بتكلمه بيضربك يعني بمطوى. يعني مناخ الثورات أنتج أفكار جديدة اسمها حب الناس، كأنهم في عيد، كأنهم في عيد، يعني البيوت مفتوحة في الليل، شبيبة بيعملوا ديزاين حماية أحيائهم لأنه الأمن انسحب يعني وكذا. من أجمل أيامات الأمن في تونس تمت عندما انسحبت المؤسسة الأمنية وتوارت على الأنظار وليس العكس. الأفكار الكبيرة التي غيرت العالم، أنا أخوتي ثم فخ في حلقة النقاش وألغام مزروعة يجب تفكيكها. ثمة مفكرون وثمة ثورات غبية وخرساء وفشلت لأنها المفكرون يعني بعد عن لا سادتي الثورات. شكرا فيها أستاذ نعم الأمين بوعزيزي، الخمس دقائق خلصت. دفاع الأستاذ أمين أو الدكتور أمين حيال الثورات العربية كان يحمل العاطفة، وهذا بيدل على فترة سليمة، بينما أسادستنا البقية في الطرف الآخر كانوا يعني مبتعدين إلى حد ما عن هذا الفكر. نحن يعني عموما ما عايشنا يحتاج إلى العاطفة. هلا أنا بأيده طبعا، الثورة هي كلمة حلوة بس لما بتكون ثورة قلبا وقالبا مو بس حكي، بعد لما بدك تقول ثورة فكرية سياسية دينية، مو بس والله اللهم أنا قمت بدي أقتله أشيلها. طب ماشي، أنت بدك تشيل هالإنسان، مين بدك تحط بداله؟ لقدام شو جايك؟ النتيجة رح تصل لهدفك؟ بعدين بدك تحترم الأطراف الأخرى الموجودة على الساحة، ما لك لحالك أنت بقلب الثورة. الأستاذ أبو عزيزي هو مطلع بشكل واضح ومثقف، فهو يستطيع أن يعني يراوغ سياسيا وده شيء لطيف، لكن هو استخدم بعض المصطلحات اللي هي ربما تثير تثير يعني الحماسة أكثر منها واقعية، فكرة العشنة وفكرة كما قال عن خطاب يعني يتكلم عن الفريق الآخر، نحن يقصد نحن أن نحن أكثر تشددا، ولكن هو بشكل عام كان انفعالي أكثر منه واقعي. في الحقيقة الدكتور أمين البوعزيزي هو متهور إن صح القول، هو أستاذ كريم جزاه الله خير، لكنه منفعل جدا، والانفعالية لا 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 تصنع الثورات، الانفعالية تفشل الثورات. أستاذ ياسر، سؤالك للأستاذ الأمين بوعزيزي. نعم، السؤال الأول يعني ما تفضل به من العواطف والمشاعر لا أحد ينكرها، كان الضباط الأحرار عندهم عواطف ومشاعر في ثورة 52، وكنا قبل حرب 67 سنلقي إسرائيل بالبحر، وكان عبد الحليم يغني وأم كلثوم كانت تطرب الشعب، ولكن الحقائق والوقائع والأفكار الشمولية أنتجت هزيمة وفشلا. فلا يمكن أن أنظر للثورة فقط من زاوية العاطفة،
لكن من زاوية الأفكار. السؤال الثاني سجله عندك، هل لا ده سؤالي يعني عندك؟ نعم. طب نجاوب السؤال ده، تفضل يا فندم. هل نقيس الصورة؟ لا تفضل 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 يا فندم. هو لا أخفيك، يعني هو نوع من الإرهاب اللغوي والفكري للتأثير على الجمهور، أن كل ما قلته عاطفي، والحال لو التقط العبارات كنت قلت قاموسا فلسفيا كاملا. وأعيده أمامك. إرهاب إرهاب، أنت إرهابي. السؤال الأخير أختم بيه. لا لا هنجيلك هنجيلك تاني. طيب. والدكتور منذر عندك سؤال تاني للأستاذ؟ أستاذ غاندي عندك سؤال؟ طبعا عندي سؤال، هو يعني مشكور على كلامه، ولكن الكلام فيه تناقض كبير. الأفكار التي قلت الناس نزلت والفكرة ولدت أثناء الثورة، إذن هناك فكرة قبل تغيير سياسي مش بعد تغيير سياسي. كان النظام بن علي حاكما ولم يرحل، وكان الناس يخرجون ضده بسبب الأفكار وليست بسبب غياب النظام السياسي. هذا تعقيب. جميل. الأفكار التي رفعت لماذا تخوش منها، مش عارف عربي فصحى يعني، ولا لا، استراب منها منتجو الأفكار، لأن الناس عندما خرجوا من خارج تنظيمات الأحزاب ومن خارج تنظيرات المفكرين. الشعارات التي رفعت كانت شعارات جديدة، شعارات الكومونوس، شعارات المشترك الإسلامي والقومي والليبرالي كانوا مع بعضهم، لأن اجتراح قاموس جديد غير مغتصب بفكرة الفرقة الناجية. الفرقة الناجية أتت لاحقا فيما سمي بمراسم الانتخابات، وكل واحد يعني صيحت وعرفت ملاها، يعني كل واحد رجع. لما كان الإسلامي واليساري والقومي والليبرالي كتفا إلى كتف ضد الدكتاتورية، أنتجت أفكار المشترك والتفكير الجماعي. متى تم الغدر بها؟ عندما جاءت الانتخابات، افترق ذلك تلك الكتلة التاريخية التي ضمت هؤلاء جميعا، وكل واحد رجع إلى كذا. سيد الأفكار التي ولدت، أفكار المشترك ولدت من رحم النضال المشترك. شكرا. والأفكار التي قسمتنا، وأكملت سيدي، الأفكار التي يعني قسمتنا هي أفكار الفرقة الناجية لدى كل منا. والنظام ليس سلطة فقط، هو النظام يعني السلطة التسلطية والمعارضة السلطوية. شكرا يا فندم. الدكتور لا سؤال تاني ليك، سؤال انت سألت سؤالين كده. لا سألت سؤال واحد، هيجي لك سؤال تاني. لا تعقيب، ما فيش تعقيب. دكتور ياسر تفضل السؤال لحضرتك. السؤال بسيط جدا يعني، هل الثورة وسيلة ولا غاية؟ يا ده السؤال ده سألته قبل كده حضرتك. حصلش. يا جميل جميل. يعني هو الآن حشر الفعل السياسي من لدن آدم إلى قيام الساعة هي الثورة، هي العاطفة. فإذا كانت العاطفة صادقة كما يقول، فلماذا لم تمشينا للمحطة اللي بعدها؟ طيب تفضل رد حضرتك. أولا الثوريون ليسوا مسؤولين عن العنف، هم دوما ضحايا العنف، والنظام هو الذي يمارس العنف فقط، ربما حتى في النص القرآني، لأنه أنا دائما أعتبره دين المقاومة. ما يقولش اللي يضربك على خدك أعطيه يعني الخد الآخر، وإنما يقول قاوم، يعني أذن للذين كذا. بمعنى الثوريون دوما ضحايا العنف، معناها الثورة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما، وقال أخي المتدخل الأول، قال الطبيب أحيانا لما يقول ثم جزء حكمة سرطان ولا مرض يجب يقطع، معناها الثورة هي إذا ما فيش حتى حل إلى التغيير، يمر الناس إلى شكل العنف لبتر الحلقة اسمها المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، ونسميها المقاومة المواطنية ضد الاستبداد. هذه يعني النقطة الأولى يعني دكتور، معناها أنه مسألة الثورة ليست مطلوبة لذاتها. تمام. المسألة الثانية أخي مع بعضهم، أنا ما تحدثش على أنه ثورة مقولة سرمدية عابرة إلى الأزمة. الثورات هي يعني محضنة يولد في رحمها الجديد. اليوم هذا الهول الذي يتحدث عنه الناس، يعبر عنه جرامشي بجملة جميلة، الفيلسوف الشيوعي الإيطالي، معناه اللي اليوم يشوفه داعش والوطن العربي مخرب والناس بيبكوا كذا، ليش؟ حضاراتهم يقولوا غياب الأفكار، يعني غياب الأنبياء هؤلاء، ونحن دهماء لا نعرف ماذا نريد. يعبر عنها فيلسوف إيطالي يقول التالي: في اللحظة التي لم يولد الجديد، لم يولد بعد، والقديم لم يمت بعد، هي أسوأ الفترات. الفجر فجر هو أكثر نقطة فيها ظلام الليل، وهو الدزدريب صغيرة ويطلع النهار، معناها صح. الفترة التي لم نستطع أن نجهز فيها على النظام، ولم يولد فيها النظام الجديد، نملك لها القول النبوي. القول النبوي على فكرة، أستاذ أيها الثوري، أستاذ عزيز، على فكرة كلامك ينطبق على كلامهم جدا. الفترة اللي لم يمت فيها القديم بعد ولم يولد فيها الجديد بعد، هي أسوأ الفترات، لأنها فترات بالأفكار. لا يعني. لحظة، متهيألي لا تقولني هذا، مش الفترات،
بالأفكار. الأفكار التي يدافع عنها الناس هي الأفكار التي تولد من رحم المعركة ويرونها إجابة إلى مشكلتهم. أخوتي، أنا أزعم أني أنشط كثيرا في منتديات التواصل الاجتماعي، أكتب أحيانا نصوص سهلة أسميها دفاعا عن يعني كتابة إلى الناس، ونصوص صعبة جدا فقط مكتوبة يعني باللسان العربي، أقول هي يعني نصوص تتكلم باسم الناس. ماذا يقول لك؟ خذ مني الجملة هذه، يعمل لك جام يعني لايك، يقول لك محلها الكلام رغم أني لم أفهم منه شيئا. الناس يفهمون أن الأفكار الصعبة التي أنتجت من خلال مشتبك معهم ويجيب عن مشكلة يطرحونها يتبنونها ويدافعون يعني عنها. أما فكرة نخبوية تتكلم على فانتازمات متاع مثلا الديمقراطية، احكي عن الديمقراطية الناس يوافقونك. توني نيجري فيلسوف أمريكي اليوم، يعني هو يعني إيطالي، كان في الألوية الحمراء يعني هز سلاح، اليوم من كبار الفلاسفة في أمريكا، هو مفكر ثاني اسمه مايكل هاردت، عندهم كتاب أمباير وكومنولث ويعني ميلتيتيد. ماذا يقول أخي؟ يقول الديمقراطية في زمن ثورات الحشود، في زمن الإمبراطورية التي أعلنت الربوبية في الأرض، هي البحث الدائم عن المشترك بين الضحايا. هذه الديمقراطية. تجيني اليوم مثال في مصر ولا في سوريا، ما هو انفلق المجتمع سيتفلق معناها. تقول لي انت شنو الديمقراطية؟ الديمقراطية ما هو يسمها طبقة ومجتمع صناعي وفرز طبقي وكذا كذا. يره استنى معناها وارجع الى القرن التاسع عشر. سيدي كيف تلم الاخوة السوريين اليوم على مشترك عندهم يعني 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 مشتركات، تلك تسمى الديمقراطية. تمام. كيف تلم الاخوة في مصر اليوم اللي تقريب فيه انفلاق وتشظي كذا كذا، الذي يجمع المصريين كمشترك سياسي يسمى الديمقراطية. هذه فكرة ولدت من رحم الثورة. وصلت الأستاذ أمين. طيب سؤال حضرتك الثاني بعد إذنك. تمام. تفضل سريعا. بما أن الأستاذ من تونس، رغم عدم وجود نظام مستبد، لماذا عاد نظام بن علي مرة أخرى إلى السلطة؟ كان كان الثورة حكمت ثم في الانتخابات التي بعدها رد سريع بعد إذنك. نعم سريع. المدة الفارطة أحد أبواق الدعاية لزمان بن علي قال كلمة عن هذه قانون تبييض الفاسدين، يعني قال بالديمقراطية سيمر، ورحمك الله يا أبو عمارة لقد قتلتنا على أمر آل إلينا. تعرفوا القولة الشهيرة معناها عندما وقف أبو سفيان على قبر الشهيد حمزة وقال له هي ما كم عملت وعملت وعملت، هنا نحن نحكم اليوم. يعني تقريبا قالها اليوم، عملت ثورة وعملت وعملت وهنا اليوم يعني نحكمه. صح كده. هذا الزلم الغبي فاته التالي، أن أبو سفيان عندما سخر من الشهيد حمزة وقال رحمك الله يا أبو عمارة لقد قتلتنا أمرا يعني آل إلينا، فاته أنه يحكم بما استشهد في سبيله محمد وليس بالقيم الجاهلية. الأزلام اليوم عادوا لتونس بفضل الديمقراطية، اللي هم كانوا في المتاحف مطيشين ويتلفت لهم حد، معناها بفضل الديمقراطية يعني بفضل يعني الثورة، واثنين عايزين يمروا أي حاجة ضد الثورة ومجدودين من ألسنتهم وبدستور كتب بدماء الشهداء، وبالتالي لا يعنيني عودة رموز نظام قديم. ما يعنيني هل قادرين يمرروا حاجة ضد الناس أم أنهم مطرطرون والناس في الشارع متسدون لهم. شكرا شكرا شكرا. قبل ما جيلكم قبل ما نيجي لحضراتكم ونسمع أسئلتكم، خلينا نشوف انفوجراف عن الإصلاح السياسي أو تجارب الإصلاح السياسي في الوطن العربي، ثم ناخد تعليقات من الأساتذة، ثم جيلكم ناخد كده انفوجراف عن الإصلاح السياسي. مشاريع الإصلاح السياسي في العالم العربي للدكتور عبد الرحمن السلمي. ظهرت أولوية الإصلاح السياسي في الدعوة الإسلامية المعاصرة قبل وأثناء سقوط الخلافة العثمانية. مثل ذلك المشروع حركة الإخوان المسلمين والمجموعات المرتبطة بها من الناحية الفكرية. ملامح مشروع الإصلاح السياسي: العناية بالهوية، محاربة التغريب، المطالبة بتحكيم الشريعة، الدعوة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، الدعوة إلى التعددية والاعتراف بالآخر. الإصلاح السياسي والحرية مقدمان على تطبيق الشريعة. ده كان ملخص للمشاريع السياسية، وكان الأستاذ ياسر لو تذكرته في الجزء الأول بتاع المشاريع الفكرية قال وأين حركة الإخوان المسلمين؟ نسيت حسن البنا، لكن هو كان لو استنى شوية كان هيشوف حركة الإخوان المسلمين في الإصلاح السياسي. ودلوقتي أسمع تعليق من الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، تعليقك على مشاريع الإصلاح السياسي. يا نفس الإطار اللي فات، يعني فعلا ذكر المشروع، مشروع من حق أن يذكر ومن حقنا أن ننقضه أو نصوبه. أنا جيد ذكر يعني حركة الإخوان، لأن بغى أن
أنت لا تعليق على الانفوجراف كله يعني، مش قصدي على الإخوان المسلمين أو لا، لكن أنا بتكلم على مشاريع الإصلاح السياسي في العالم العربي. يعني جاية جهود مفكرين حقيقية ومبذولة، لكن للأسف لم تكتمل نقدا وتصويبا وترشيدا. الأستاذ غاندي تقريبا نفس إجابة الأستاذ ياسر، هي كانت بنية مهمة أو بذرة لمشروعات ولكنها لم تكتمل حتى الآن، لأن ما وصلنا إليه يدل على أنه كان هناك مشكلة لم تحسن. الأستاذ دكتور منذر، جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إصلاح، لا الإصلاح أنا بكلم عن مشاريع الإصلاح السياسي كلها، أنا بس عايز أعمل الإسقاط يعني. هي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إصلاحية بقالها 80 سنة وليها أفكار وليها منظرين زي ما احنا شايفين. تمام. هل حتى لما الثورة قامت قدرت بهذه الأفكار إن هي تصنع تغيير؟ ما قدرتش. ما قدرتش. تمام. ليه؟ ببساطة شديدة، لأن كان لسه جذور الاستبداد موجودة في التربة بتاعة الدولة. تمام، وصلت الإجابة. الأستاذ الأمين بوعزيزي، تعليق حضرتك على الإنفوجراف؟ نعم سيد، يعني مشاريع الإصلاح السياسي موسومة بحالة، إما اغتراب في المكان أو اغتراب في الزمان. ما يسمى يعني بالحدثيين حاولوا استنساخ تجارب نجاح ظافر، تحديث ظافر في الغرب واستيراده، فبقوا غرباء وعاجزين عن تغيير الواقع، يعني يدعم فكرة فشل أولوية الفكرة على التغيير. الإخوان المسلمين أو الحركات الإسلامية بسرعة ما تعيش من خلال يعني مشاريع اغتراب في الزمان، بمعنى أن لماذا جنى مثلا الإخوان على الثورة في مصر؟ حدثت الثورة فسنعود إلى زمن النبي، يعني سنعود إلى الإسلام يتقدم، يجب عندما نثور أننا لما نتقدم لما نعمل حلقة عن الإخوان المسلمين نبقى ندي حضرتك فرصة. نعم نعم نعم، عشان نوصل للجمهور بس أتفق معنا فكرة، أتفق الآن أن خلى الإخوان المسلمين سبب الأفكار، أليس كذلك؟ أي عندي الجواب في عندما قلنا الإخوان المسلمون منعوا من أن يتطور أفكارهم، مش لأنهم إخوان مسلمين كما يقول أعدائهم، يعني الإخوان المسلمون لأنهم منعوا من الحريات من 28 إلى حد الآن بقوا حيث هم، وبالتالي الاستبداد هو المسؤول عن تخلف الأفكار وصلت. وليس العكس. وصلت يا فندم، وصلت. دلوقتي هناخد إجابات أو أسئلة من حضراتكم للمعسكر الثاني، فناخد أول حد بعد إذنك، حد يديني المايك لو المايك تفضل بعد إذنك، هناخد سؤال من حضرتك، تفضل اسم حضرتك وبلدك. السلام عليكم، أنا حسن من الجزائر، عندي تعليق وسؤال بعده. ألا ترى من طرحك هذا أنك تعطي معاني كبيرة للفوضى؟ ده سؤالك لمين يا حسن؟ ما فهمش لمين الأستاذ؟ للأستاذ بوعزيزي. نعم. تفضل يا فندم. ألا ترى أنك تحاول أن تعطي معاني كبيرة من الفوضى يعني، ومن الشغب والعصيان المدني اللي عمله الشعب، اللي يعني أقول لك يعني 100% كان عمله بطريقة عاطفية، يعني عن طريق ردة فعل عاطفية، وأقول لك أن الشعب في ذلك الوضع لم يكن يحاول تغيير الحكومة أكثر من أنه كان في وضع اقتصادي سيء جدا، يعني الحكاية كلها اقتصادية. أنت عايز تقول أنت رأيك الشخصي. نعم. أن الثورة قامت بشكل عاطفي وليس على فكر. نعم نعم. وبناء عليه فشلت، أو أنت شايفها أنها فوضى، عملت فوضى؟ كانت فوضى. ويعني طرحي أنه الثورة بقى الثورة في تونس ولا في سوريا؟ خصوصا تونس، لأنه تونسي، تحدث عن تونس. أنت تتحدث عن تونس صحيح. طيب تفضل. وكل بلدان عربية، يعني ألا ترى أنك تحاول أن تعطي معاني كبيرة للفوضى يعني التي عملها الشعب، والسبب الرئيسي أنه في وضع يعني اقتصادي سيء، لأنه أول الناس التي خرجت للشارع وأول الناس التي كانت لم تكن عايزة حل سياسي، كانت عايزة حل اقتصادي، كان مشكلة اقتصادي فقط. طيب خليك معي حسن، فضل أستاذ أبو عزيزي. نعم. أولا أخي، الاقتصادي هو جوهر السياسي، يعني وبالتالي معناها أنت تدعم حق الناس في الثورة، لأنه لا يثور جيش اليوم في قطار تقول يعني إلى الناس ثوروا، لأنه مجتمع ريعي اشترى ذمم الناس، لكن حيث الفقر وحيث القدر يعني القهر الاقتصادي يثور الناس، يعني وبالتالي المشكلات الاقتصادية هي التي تجعل الناس، هي مشكلة سياسية. تمام. نعم. طيب. لا أستاذ، خاطر ثم فصل يعني غالط، الاقتصادي جوهر السياسي. تمام. وصلت وصلت الناس. بس نعم. هو بيقول لك حسن يا أستاذ بوعزيزي أن أنت كده بتدعم الفوضى. لا أو نكمله، هو أخي حسن يعني على يعني طهر الغاية، لكن سؤاله سلطوي. عندما النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء وبث دعوته قالوا يحرض علينا سفهاءنا عبيدنا، يعني سؤال سلطوي، أن الثورات الفوضى، من يخاف أو من الثورات ويسميها فوضى؟
المستقرون المستفيدون الملتحمون بالدولة بالسيستام وهذا دول الأغلبية عليك. التي لا تملك شيئا تراه الفعل اللازم هذه الثورات صح. بس أنت ليه دايما ناس هنا السؤال بتاع حسن سلطوي هنا إرهاب فكري يعني أستاذ على كل حال حسن أنت أستاذي لا أنا أنا مقتنع يعني أستاذي أنت تدفع أنت تدفع الشعب الشارع ما عليك قال لك لا قال لك ما هم الأغنياء والمبسوطين مش عايزين ثورة فبالتالي عايزين استقرار ده هو رد عليك ما يدفعش فوضى يعني. لا لكن المشكلة أنه يحول يعني يحول المرجعية من المرجعية الفكرية اللي ذكرها الأساتذة إلى المرجعية الشعبوية يعني. ده يعني يعني إجابة الأستاذ بوعزيزي ما كانتش كافية بالنسبة لا ما كانتش كافية فبديني المايك بعد إذنك حد تاني عندي سؤال الأستاذ بوعزيزي تفضل رامي طرابيسي من سوريا حضرتك أستاذ منذر كنت عم تقول إنه عنا الأفكار كتيرة أنا ما بظن إنه في عنا أفكار كتيرة والنظام ما له علاقة في المشكلة أبداً المشكلة فينا نحن لأنه هاي قامت ثورات وهاي غيرنا أنظمة وشلنا مستبد وحطينا غيره وما استفدنا شيء نحن اللي حطينا هايل أكبر مثال عندكم بمصر شلتوا مبارك حطيتوا بعده مرسي كمان كان مستبد هلا هو أنا كان زلت لسان فعلياً لما أنا أقول السيسي طلعت مرسي من قال على الدكتور محمد مرسي أنه مستبد يعني هذا إما أنه في كوكب تاني في كوكب تاني أو أنه جاهل سياسياً بس أنا ضمنياً عندي قناعة بأنه مرسي هو مستبد ولكن لسه ما أخذ حقه بالسلطة لحتى يظهر استبداده أنه مرسي كان له اتجاه معين هو كان لكن ما تستطيع أن تبت باستبداده هلا أصغر مثال أنا بعتقد أنه من أول ما استلم الحكم سلم جميع المناصب للجماعة الحزب الإخوان المسلمين وهي عبارة عن خطوة بداية الاستبداد طبعاً ده يعني تخنات منه جداً لا طبعاً مرسي يعني كان سايب الأبواق الإعلامية كاملة مفتوحة وكلها كانت بتشتم فيه معظم الأبواق الإعلامية يعني كلها بتشتم فيه فهو سايبها يعني كنوع من أنواع الحرية لأن الشعب 60 سنة ما شافش حرية 60 سنة أي حاجة هو عايز يقولها لو بتنافي الرأي الحاكم أو رأي الحكومة اللي ماسكة البلد على طول يسجن أو يقتل مرسي كان مستبد طبعا كان مستبد كل شيء ضد طائفة الإخوان لا هذا الواقع مين اللي مصري يرد عليه بعد اذنك يا استاذ منذر خليها طبعا مين مصري يرد عليه طب ادي له المايك المايك الثاني فين يا شباب لحظه عشان نرسم زي المايك عشان الصوت يوصل مش معقول المايك عندك رد على حكايه مرسي مستبد تفضل الاستبداد انا عاوز يعني اعرف معنى الاستبداد او لا مرسي كان مستبد الفساد السياسي مش هندور احنا مش محاضره علوم سياسيه هو الاستبداد عشان نحكم على مرسي مستبد او لا يا اخي مش محاضره هي الفساد السياسي وهي اساءة استخدام السلطه العامه من قبل النخب الحاكمه لاهداف لا لا, لا 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 انا الرد دلوقتي الراجل هل مرسي ضرب متظاهر هل مرسي كانوا بيروحوا يحرقوا في القصر الجمهوري والدكتور مرسي لم يرفع سلاح على احد يا راجل شكرا محمود ده رد تاني حد عنده رد على محمود على الأستاذ اتفضل يا صبحي اتفضل يا مؤاخذة اتفضل مرسي مستبد استقر باسم يوسف جزئين وهو يعارض محمد مرسي على كل الفضائيات والشعب العربي من المغرب إلى البحرين جالس أمام باسم يوسف وهو يجرح في مرسي وفي إدارة مرسي بينما عشر حلقات فقط في زمن السيسي وقيل لباسم يوسف الله معك انتهى دورك إلى أمريكا يا راجل حرام عليك يا راجل جبت منين مرسي مستبد صحيح ليه شلتو ها ليه تمت إزالته مين اللي شاله ده انقلاب عسكري ده الشيل طيب ده الشيل بس فيها كبيرة من أيدك لا طيب على كل حال دي حلقة تانية دكتور منذر كان ليك سؤال لدكتور منذر هي وابا كان سؤالي انه غيرنا النظام مرة ومرتين وثلاثة وعطوا في افكار كتيرة وما شفنا شي تغير على الارض تفضل دكتور منذر اللي تغير رأس النظام لم يتغير النظام صح. هو النظام تغير في مصر صح هذا مايك النظام في مصر تغير لم يتغير يعني المؤسسة العسكرية عقيدتها تغيرت المؤسسة الشرطية عقيدتها تغيرت النظام بتاع دواوين الحكومة ودواليب الموظفين اتغير الفكر بتاعها لا اللي حصل ببساطة ان انت شلت راس النظام فكيته كده حطيته على جنب وجبت راس تانية ركبتها محتاجين فكرة
لا وبعدين مالكش حق التعليق. محتاجين فكر. لا 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 يا منذر منذر. يبقى محتاجين فكر. قاعد الفكرة. يبقى محتاجين فكر. قاعد النفس. عشان بص عشان الراجل. لا لا عشان الشاب الجميل ده. لا لا خليك بس. عايز بس اسأل سؤال. خليك معايا. الراجل ده فاهم يا أستاذ دكتور منذر. الراجل ده فاهم إن النظام هو الرئيس. نعم. طيب عشان تفهمه إن النظام هو دواليب والعقيدة وبتاع فكر. أيوة صحيح. لحظة بس لحظة بس. هل ما احنا عندنا الفكر ده فين هو يعني؟ هو ما كانش عنده. طب هو ما كانش لا احنا عند ما هو مش الراجل عنده الفكرة كتير. وكلنا فاهمينها. اتفضل 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 صح اخي ناس. طب اكمل. طيب طيب الله. طب نسمعه تاني. انت على فكرة انا مضطهد عشان انا مصري وفي هذا الجانب. طب نسمع ابو عزيز. اتفضل استاذ عزيز برضو. اتفضل اتفضل. لا تسقط في فخ انه يا في حدث بلا تفكير او تفكير. جوهر الحلقة هو التالي: أولوية التفكير وإرجاء التغيير أم التفكير داخل التغيير؟ لا أنا عايز أرد برضه. نحن نفكر. يا 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 أستاذ محمد أنا برضه أنا ليا رد برضه. هذا عشان الوقت. تفضل تفضل سريعا قول اسمك. الاسم عبد المجيد بساطة من سوريا. طبعا أنا من أنصار يعني الفريق الذي يؤمن أو أولوية التغيير السياسي عن التغيير الفكري أو الأزمة الفكرية. طبعا حتى أصل لسؤالي سأنطلق من واقع نحن عايشنا في سوريا وهو من صلب اختصاصي أو أحد اختصاصي. عندما يتحكم النظام الحاكم المستبد أقصد نظام الأسد بكافة دوائر الدولة ويرسم لها كما يشاء ويجعل من حكمه يعني سنوات ضياع للمفكرين يعني المغيبين الذين ينتظرون بقعة ضوء نعم لممارسة أفكارهم في ذلك المجتمع. السؤال هو إيه؟ لحظات فقط عشان الوقت عشان الوقت. طيب. السؤال هو إيه؟ في سوريا يوجد تعتبر الغرب يدعو سوريا بأن حديقة للآثار. عندنا في سوريا 6000 موقع أثري لم تمس الأيدي. عندما يتحكم النظام في هذه المواقع الأثرية ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها ونتخرج نحن من جامعاتنا كمفكرين ولدينا أفكار درسناها فقط يعني صفحات في كتب. طيب الان كيف امارس افكاري تحت يعني تحت هذا النظام؟ طب هو ده اللي بيقوله الاستاذ يا ابو عزيزي والاستاذ. لكن كيف امارس افكاري بوجود هذا النظام؟ طيب. وتحكم النظام ماشي. في 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 الممتلكات. وصلت نعم. الفكره. الرد عند حضراتكم كيف امارس افكاري استاذ ياسر؟ كيف يمارس افكاره في ظل نظام مستبد؟ هو السؤال ما كانش ليا. عاوز انا هو بيطرح السؤال بشكل عام. نعم. طبعا يعني انا برجع نفس الفكره الاولى. الاستبداد يمكن أن تنظر له بنظرتين: أنه إعاقة وآخر الحياة أو أنه حافز لإنتاج الأفكار والإبداع. أنا برى أنه حافز إنتاج الأفكار والإبداع. يعني الثوار في سوريا ما انخرطوا في رد الفعل والسلاح هذا يعني الدفاع عن النفس مشروع، لكن عندما لم يقدموا فكرة لا عن المواطنة بل رفعوا شعار الطائفية شيعة وسنة فانقلبت الثورة من حرية ومساواة إلى شيعة وسنة. عندما في نظري تستوي رؤية المستقبل عند الضحية والجلاد لست مطالب أن أتعاطف حتى مع الضحية. تفضل رد. أستاذ أبو عزيز تفضل رد. تفضل رد تفضل. الثورة السورية تغتال بالبرامج المتفجرة هناك وتغتال بالكلمات المتفجرة هنا. الثورة السورية ليست تنظيمات القتلة. الثورة السورية هي التي رفعت شعارات يا الله مالنا غيرك. مجرد ما دمروا مدينة حلب المدة اللي فاتت يعني باسم تحريرها ماذا رأينا؟ رأينا آلاف المدنيين يخرجون بنفس الشعارات التي خرجت من الأول. احذروا فخ استعمال ما جرى زمن الثورات المضادة ووسم الثورة به. الثورة شعاراتها مواطنية مدنية ودوما من خرجوا كانوا ضحاياها. من يرفعون السلاح اليوم هم جزء من النظام وليس جزء من الثورة. شكرا. احذروا هذا الفخ. شكرا. خليني أسمع. خليني أسمع. أسمع. عايز أسمع الأستاذ دكتور منذر. ده اللي أنا اتكلمت عليه. قلت فرق ما بين الوعي وما بين الأفكار. الوعي المجتمعي العام ده بيتأتى يعني بطرق كتيرة وبقى دلوقتي يعني أسهل بسبب التواصل الاجتماعي. يعني بالأفكار ولا بالإيه؟ أنا بس عايز قبل ما لا رد عليه رد عليه رد على الأستاذ ياسر. لا عايز بس أقول كلمة واحدة على دول الجزائر قبل ما نتكلم. لا خليني رد على الأستاذ ياسر. يعني كيف يبنى الوعي؟ مضطهدني والله. كيف يبنى الوعي؟ أنا متفق معك. تقول الوعي كيف يبنى الوعي؟ يبنى الوعي. كيف يبنى المجتمعي حريق. بص في حاجة في علم الاجتماع اسمها وعي العام اللي هو الجمعي. الوعي الجمعي. خلاص الوعي الجمعي ده بيجي من خبرات الناس ما بينهم وبين بعضهم من جلساتهم على المقاهي وفي البيوت ومحادثاته. يعني مش لازم يبقى فيه راس كده بتكتب كتاب وتوزع على الناس فالناس تقتنع بفكرتها. لا طيب. بيجي عن طريق القهاوي يعني.
القهاوي طبعا جزء منها يعني طبعا يعني. نعم. وعادات الستات وعادات المصاطب لو حابب نكمل بهذه الطريقه. نعم نكمل كده يعني انت الان نزعت الفكر من الوعي. الان انا فهمت من كلامك ان الفكر مع الوعي ملوش علاقه، العلاقه تكاد تكون معدومه. لا بين الفكر والوعي مش انت انا قلت كده مش واضحه عندي يعني. لحظه بس انا قلت كده. لا قلت حد سمعني قال قلت كده الحقيقه. لا انا الحقيقه لا. يا استاذ ياسر انت مهزوم فعلشان كده بتحاول تهاجم الطرف الاخر. مين مهزوم؟ حضرتك مهزوم. مهزوم من ايه؟ مش يعني فكرتك مهزومه. مهزومه انت اللي جربت انت اللي جربت الثوره فشلت. لحظه بس انا بقول لك لا انت ما كنتش سائر. انت جربت الثوره فشلت. انت ما كنتش سائر. انا سائر طبعا. ايه المشكله؟ لا لحظه بس انت ما كنتش سائر. سائر ما فشلتش. نعم ما فشلتش. فشلت طبعا. امال ايه بقى؟ ايه اللي انت كنت سائر وفشلت؟ انا بقول لك فشلت ليه؟ ما انا بقول لك الفكر. انت بتقول لي لازم نصور تاني. اقول لك راجع نفسك تقول لازم نصور تاني. لا لازم لا, تاني. لا لا لازم لازم تشيل اسباب اللي افشلت الثوره. تمام. ايه اللي افشل الثوره؟ ان انت ما شلتش الاستبداد. تمام. لا انت قلت العقليه. هو احنا عندنا لحظه بس قلت العقليه. قلت فكر الشرطه ما اتغيرش. فكر الجيش ما اتغيرش. ايوه بقول لك النظام كله ما اتغيرش. طيب والحل هنعمل ايه؟ هنبيد الناس؟ هنبيد الجيش كله؟ هنبيد الداخليه كلها؟ ولا محتاج تحط منظومه افكار جديده؟ انت ناقص افكار. ايوه ناقص افكار. لا احنا بنتكلم ايه بالصبح برضه. ايوه ناقصين افكار طبعا. عفوا يا سيدي من فضلك طبعًا. من فضلكم يعني ملاحظه معك. طبعا ناقصين افكار. لا طبعا مش ناقصين افكار. لحظه ما كانش بحالنا كده اخوتي. يبقى المشكله عندكم انتوا بقى. المشكله يا سلام ما تفكروش. ماساه الثورات. فشلت الثورات لانه فيه افكار مسبقه مش لانه ثمه افكار غائبه. من فضلكم كلما ثمه فريق سياسي يعني المعارضات كانت كل واحد عنده فكره الفرقه الناجيه يعني بمجرد انه يمسك بالسلطه يعني بعد الثوره الا ويعيد انتاج استبداد جديد. الافكار او السابقه هي سر فشل الثورات وليس الوعي. وليس يعني اللي بيقول الاستاذ ياسر استاذ غندي احنا عايزين ننتج افكار. لا لا يا اخي من فضلك قال لك ننتج افكار. لا لا ما نزيفوش في اخر الحلقه. ما زيفناش حاجه. هو انت بتقول دلوقتي ما عندنا افكار قديمه. لم تفهمني. الثورات فشلت لانه كل فريق سياسي عنده مشاريع متاع افكار سابقه اراد ان يغلبها. حلو قوي. يبقى احنا محتاجين نجدد الافكار. ابديت ليها من اخر الثوره. التفكير يعني معا. التفكير دقيقه. التفكير الشعارات. انا اقال يعني كلمه في مصر او في تونس او في الاخوه في سوريا اخوان او قوميين او ليبراليين او يسار لو انتبهتم الى شعارات الثائرين لانتصرت الثوره. بمعنى شعارات الثائرين كلها من فضلكم ارجعوا للشوارع او للكتب يعني الجرافيتي. كل الشعارات التي رفعت شعارات يحكمها المشترك بين الناس. كل بناء سياسي اغتال الثوره هو انا أوكي. والاخر لا. استاذ 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 خليني استاذ ابو عزيزي. كل بناء الشعارات اللي كانت مرفوعه هو بناء مشترك. نعم. مع الناس كلها. نعم. كلام حضرتك مش بناء مشترك مع المجتمعات. كيف؟ نعم انا متفق معاك. هثبت لك هثبت لك حضرتك مع ضد ان احنا ننتج افكار قبل ما نعمل تغيير. مظبوط يا فندم؟ طيب هل ده ينطبق على كل المجتمعات العربيه؟ تحدثت عن الثائرين يا اخي. الثائرين في الميادين كانوا لا يميزون عن هويتهم الإيديولوجية أو الدينية. هل ده ينطبق على المجتمعات العربية كلها يا فندم؟ الشعار بتاعك ده ينطبق على كل المجتمعات العربية؟ الإكزرسيس عندي التمرين هو ما جرى في تونس في اليمن في ليبيا في مصر في كان الناس معا. أستاذ الأمين بوعزيزي هل اللي أنت بتطالب بيه ده ينطبق على كل المجتمعات؟ نحن في حاجة لتغيير لكل المجتمعات العربية؟ التغيير ليس أمنية. عندما يحدث في المجتمع فهو مسألة طبيعية. الثورات لم تكن كما يقول الشبيحة أنه إنتاجها في المخابر. يعني هرجع تاني يا فندم هرجع أسألك على التجربة الجزائرية. الجزائر دلوقتي مش في حاجة ليست ثورة اغتالوها الصراع السلطة ويخلفوا بها الثورات. أستاذ غندي تعالي حضرتك عشان الوقت بيخلص وبيجري والحلقة بتخلص. تعالي حضرتك على النزاع ده. يعني التجربة الجزائرية هي تجربة تخص الجزائريين وهم أدرى بمصالحهم لأنهم جربوا فكرة الخروج على لا أنا أخي شكون خرج؟ أستاذ عنتر. أستاذ عنتر من خرج؟ من خرج؟ إسلاميين وصلوا إلى السلطة فافتكت منهم وعسكر قديم يعني مش ثورة صراع سياسي سلطوي. كيف وصل الإسلاميين إلى السلطة؟ بالصناديق. نعم أصوات الناس. نعم خلاص إذا الناس مشتركون مع الإسلاميين فيما وصلوا إليه.
لماذا جاء العسكر ودمروا كل ما قاموا به الاسلاميين؟ تلك معركه اخرى. اما الحرب التي اثيرت حرب سلطه معركه فصيل. الفصيل لا لا, لا. لا. يعني الفصيل السياسي, انت تقول انا فصيل سياسي بعيد عن الانتخابات, لكن فصيل سياسي جاء بانتخابات حصل على اغلبيه شكل حكومه انقلبوا عليه. نعم خلاص, اذا الشعب كله متورط في القصه كيف انا يعني انا طبعا الذي رفع السلاح ضد لا. الانتخابات هو السلطه, فالذين فازوا رفعوا السلاح. يعني صراع سلطوي مش ثوره. الثوره بشكل يعني في تونس صراع سلطوي ام ثوره؟ ثوره. لا بمفهومك هو صراع سلطوي. نعم بمفهوم حضرتك صراع سلطوي. لا, الذين لا يرفعوا السلاح كانوا مدنيين. بعيد عن رفع السلاح كانوا مدنيين. أبو عزيزي الناس خرجت لان أبو عزيزي ظلم اقتصاديا وسياسيا ايضا. مش حرق نفسه لانه ظلم سياسيا. نعم. اذا هناك فصيل سياسي. لا لا, ثم الشعب استاذ. لا تخلط, لا تخلط من فضلك. الفصيل السياسي يعني احزاب والناس يعني الشعب. صح, انقلاب عسكري. طيب احنا لغايه دلوقتي بنسمي 23 يوليو ماشي. يعني لحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي المنصه مش متفقه على حتى ما حدث في الجزائر. هو لا انا يعني نزاع مسلح ولا ثوره؟ نفس فلسفه اخونا البوعزيزي. انا اذا حبينا نشوف قصر مشترك في هذه الحلقه, جاء مصطلح الوعي, جاء مصطلح افكار قديمه محتاجين نعالجها, جه مصطلح تاني ان التجارب الجزائريه ان احنا ما كانوش يعني في جاهزيه فكريه. اعتقد كل هذه كلمات الوعي والافكار القديمه والباليه في النهايه تقول ان البوصله في اتجاه الفكر قبل وبعد واثناء. الفكر طبعا. لحظه استنى ناصر. الفكر الذي كان الاستاذ يسرده لم يكن هو عندما دخل النهر, لم يخرج منه كما كان. وانا وانتم الافكار الحقيقيه تنتج داخل معركه التغيير وليس سابق. اذا في افكار نحن لا نختلف على سابق او لاحق, ولكن نختلف على افكار. لا يعني استاذ بوعزيزي دكتور منذر, انتوا فعلا الحلقه عماله تقلب عليكم في النهايه. لا صحيح, ليس صحيح. لا 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 خالص. لا طب خلينا نعمل استفتاء. نعمل استفتاء لحظه استاذ ناصر. الافكار التي كان الاخ ياسر يسردها ليس التي جاء بها. المشترك أيوة ينتج من خلال خوض المعركة. عندما نخوض المعركة معا ننتج أفكار معا. عندما لا نخوض المعركة يعني كل أدخل واحد أدخل عنده أفكار سابقة. يعني لا أنتج إلا تحت الحرب. لا أفضلت إتل يعني لغاية ما يبقى يطمع لي أفكار. مقبول أن يقاتل الجندي بعاطفة البوعزيز, لكن من خن خطة ورؤية الشاذلي. لا 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 إسقاط. لا 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 إسقاط مش صحيح قبل المعركة. لا لا العسكري في الميادين أخونا الميادين والوضوء والمسيحيين يا راجل. جيد جيد, لكن بدون وجود رؤية استراتيجية فلسفية سيهزم هذا الجيش. لا 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 ده غلط. اخوتي ده غير محله. ده اسقاط في غير محله الحقيقه. المصريون قاتلوا 67 يا عمي بس 67 بالصوت بس مش بالصوت بس 67 حصل وما حصلش. كانت العاطفه الاغاني ليل ونهار وصندوق اسرائيل في البحر بسبب ايه؟ في الاستبداد. لا لا الاستبداد اللي كان لا لا بسبب الاستبداد. لا معلش بسبب الاستبداد. الفكر العسكري, الفكر العسكري جابوا الاستبداد. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي العسكري لا يفكر. كيف فكر عسكري؟ نعم العسكر لا يفكر. لا في العسكر العسكر كان بيقول لك دخلنا تل أبيب وقعنا 70 طيارة. كان الاستبداد, كان إعلام الاستبداد, كان إعلام العسكر. هو ده مش فكر. تمام ما هو فكر سالب. فكر بس خاطئ. فكر ايه؟ فكر خاطئ. طيب من فضلك العسكر عنده ديسكور خطاب, ما عندوش فكر. العسكر لا يفكر. العسكر جزمة ويضرب الناس معناه. خليني اخد استطلاع رأي من هنا سريع كده قبل ما نخلص. خلاص الحلقة خلصت للأسف. خلينا ناخد رأي سريع. طب ناخد سؤال واحد فاكرين. لا لا هياخد معنا وقت, هياخد وقت للأسف وهيتشال وهتبقى مشكلة. خلينا أسألك سؤال بس باستطلاع رأي بالإيدين. اللي مع أنه نحن الأزمة العربية في حاجة إلى تغيير فكر يتفضل يدفع إيديه. بدأ ظبطنا شوية. اللي مع ان الازمه العربيه في حاجه لتغيير انظمه مستبده يتفضل فعليه. لا الفكر اكتر صدق. لا يعني لا 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 عد 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 لا لا لا, 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 لا فكر اكتر. انا حاسس ان السداد اكتر شويه. السداد كتر شويه. اوكي هعيدها تاني. هعيدها تاني معلش. هعيدها تاني معلش. اللي موافق ان الازمه العربيه هي ازمه فكر ونحن في حاجه الى اعاده انتاج فكر يتفضل فعليه. اللي موافق ان احنا في حاجه الى ازاله الانظمه المستبده كلها. هل انت من المؤيدين لي ام من المعارضين؟ طيب خليني في نهايه البرنامج ده اخد كلمه اخيره من الاستاذ ياسر. استاذ ياسر كلمه اخيره في اقل من 30 ثانيه قبل ما نشكرك ونودع الحلقه كلها. اتفضل. نعم
الحل في إنتاج أفكار جديدة. تالله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. شكرا دكتور منذر عليوة. كلمة في 30 ثانية في نهاية الحلقة دي. تاني هعيد نفس اللي قلته في الأول ببساطة شديدة، طول ما في الأرض بور مش هتقدر تطلع زرع. الأرض عشان تطلع زرعة لازم تبقى خصبة، علشان تخصبها لازم تشيل الأملاح اللي فيها. الأملاح اللي في بلادنا هي الاستبداد. شكرا أستاذ غاندي. كلمة في 30 ثانية في نهاية الحلقة. في نهاية الحلقة، الحرية هي أقصى ما يحتاجه الناس، فلأجل الحرية لابد أن نضع أن نفكر حتى الناس تعيش في المستقبل من أجل الحرية، وليس تعيش في من نظام فاسد إلى نظام فاسد آخر إلى نظام فاسد آخر. خلونا نعلم الناس معنى الحرية بأفكارنا ثم تأتي الحرية فيما بعد. بشكرك جدا أستاذ أمين. حدك مخصمني مثلا؟ أبدا تصديقي. في 30 ثانية كلمة في نهاية البرنامج، تفضل. أن نفكر يعني أن نقاتل، أن نكتب يعني أن نقاتل. لا تحترموا مفكرا لا تجدوه في الشوارع معكم يدافع عن قضاياكم. المفكر الذي لا يلتحم بالناس، المفكر المشتبك مع الناس، يجب أن يرجم مع النظام. المفكر الحقيقي هو الذي يفكر من خلال الناس، لأن الناس أذكياء. نحن نعيش اليوم في زمن التفكير معا، في زمن الذكاء الجماعي. أما هذه ثم تغوغاء وينتظرون نبيا، القرآن الكريم حسم الأمر ولا نبي بعد محمد. وبالتالي نحن في زمن الذكاء الجماعي، والمثقف الحقيقي والمفكر الحقيقي هو الذي يفكر من داخل الناس ومع الناس ويقاتل معهم. أما أن تحدث الفوضى فيهرب إلى النظام فهذا كلب حراسة. شكرا. والحقيقة كلمة حق لازم أشكر حضراتكم كلكم، يعني إسهاماتكم وتداخلكم ومناقشتكم كانت رائعة وأثرت الحلقة. بشكر الإخوة من الجزائر كلهم ومن سوريا ومن مصر، بشكركم جدا. خلوني أقول لكم من أهم دروس الثورات العربية إننا قبل ما نهد عروش الطغاة ونصور على الطغيان محتاجين تصور للشكل النظام الجديد. لكن مش معنى كده بقى إننا نفضل نحط الحقيقة، نفضل حاطين كده في تصورات وأفكار ومشاريع من غير ما نسعى لإصلاح النظام، النظم السياسية الفاسدة، أو من غير ما نفتح أفاق للتنفس. ربما تكون الثورات العربية أو الثورة العربية اللي هي أولوية ليها لما تصبح الحياة نفسها مستحيلة، لأن الحياة أسمى من الفكر زي ما قال عزت بوجوفيتش. العلاقة بين الإصلاح الفكري والإصلاح السياسي هي نفس العلاقة بين الحق والقوة. الحق والقوة، الحق يداس ويتهان، لكن إن لم تكن له حق قوة تحميه. الحق ممكن يتهان لو ما كانش لي قوة تحميه، والقوة أيضا بدون حق هي فوضى زي ما قالوا خراب. الثورات فشلت لما حصل التغيير السياسي أولا بدون قاعدة فكرية وبدون تصورات ورؤية مشتركة. كمان الإصلاح الفكري المنفصل عن المجتمع زي ما قال الأستاذ بوعزيزي والأستاذة وهمومه بيعتبر مخدرات فكرية للمجتمع. الأفكار بدون حرية وتغيير سياسي هتفضل محبوسة في الكتب وفي رؤوس أصحابها. العلاقة بين الأفكار والتغيير مش علاقة البيضة والفرخة زي ما قلنا في الأول، لا، هي علاقة تكاملية. عايزين إصلاح فكري وتغيير سياسي، بس باختصار عاوزين ثورة شاملة فكرية وسياسية واجتماعية. لكن دايما هيفضل النقاش مفتوح، واستنونا ولسه عندنا كلام كبير. بشكركم جدا والله. كنت مستبد معاك، انت مضطهدني والله. حلقة هايلة جدا، ما كنتش متوقع جدا انها تطلع من قايلك من شوية انه الحلقة صعبة والمشاهد مش عارف عامل ازاي، ما بيقبلش المواضيع دي بسهولة يعني. لكن انا اعتقد المشاهد هيستمتع، انا اعتقد تصور ان المشاهد هيستمتع بالصراع والتداخل اللي حصل والمقاطعات اللي حصلت ما بين الجمهور والناس وبين الناس وبعضها اللي هم الضيوف يعني. انا شخصيا استمتعت بالحلقة دي. حلقة كانت رائعة جدا يعني، ما شاء الله كان في نقاش بناء، وفي ناس اتغير وجهة نظرها بعد الحلقة، وفي ناس شاركت في الحلقة، وأنا من الناس اللي ما شاركتش. كان نفسي أشارك والله، بس كنت حابب أن أنا أشارك يعني، وأسأل أسئلة كتير يعني. أنا كنت مضطهد
جدا. محمد ناصر اضطهدني اضطهاد مقصود، يمكن علشان احنا مصريين مع بعض وفي واحد تونسي، فهو كان يعني مبدي هذا التونسي الاستاذ ابو عزيزي علينا جميعا يعني. الحلقه هذه كانت جميله جدا، كانت ناجحه بفضل ما شاء الله الجمهور الذي كان متفاعلا جدا، ومع الضيوف الذين كانوا او يحسبون مع من النخبه، فكانت كانت حلقه جد ناجحه. يعني جيد طرح الموضوع بهذا الشكل على الشباب، وتفاعل طبعا نفاجئنا تفاعل الشباب وطلعوا مع التجارب التاريخيه، بالنسبه لي كان جيد جدا. لكن الطرف المقابل اللي اتسم بالعاطفيه المفرطه التي تكاد تغلق مسام العقل فلا يقوى على التفكير.